مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه. اليوم مفاجاه في العالم، مفاجاه سياسيه دبلوماسيه، اعلان سلام تاريخي، اتفاق سلام تاريخي بين دوله الامارات العربيه المتحده ودوله اسرائيل. اسرائيل والامارات اتفقوا على سلام ما بينهم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. عايز أقول لحضراتكم الكلام ده بيحصل في خلال الساعة بس اللي فاتت، وإحنا بنحاول إن إحنا هنقول لكم الوقت على آخر المستجدات أو آخر الأخبار اللي بدأ العالم كله، كل وكالات الأنباء، كل الصحف، كل الدنيا بدأت تتحرك وتشوف هذه التفاصيل بتاعة اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في اتصالات هاتفية حصلت ما بين محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وما بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي. والحدوتة بدأت تبان بعض التفاصيل بتاعتها في بيان صدر بشكل مشترك ما بين الدول الثلاث، وهذا السلام برعاية أمريكية. وأيضا هتحصل في لقاءات قريبة ما بين وفود من إسرائيل ووفود من دولة الإمارات علشان وضع خطة جديدة لتطبيع العلاقات ما بين دولة الإمارات وما بين إسرائيل. حتى الآن تعليقات كثيرة جدا، اسمحوا لي أقول لكم التعليقات الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة طلع تويتر أو طلع تصريح لي الآن، مش تصريح رسمي ولكن تويتر تعليق لي، كتب فيه: تابعته باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، وكما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا. عايز اقول لحضراتكم خدوا بالكم النظرة التي يعني اللي بصلها الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا. لما هيحصل هذا الاتفاق ولو تم فعلا تنفيذ، لو تم فعلا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مبدئيا وهو ايقاف ضم اسرائيل للاراضي الفلسطينية، إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أنتم أمام حل الدولتين. إن هيبدأ يكون في حل رسمي بقى وواضح جدا لوجود دولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل في الأشهر القادمة. محمد بن زايد طلع برضو تويتر النهاردة في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية بين البلدين عشان يبدأوا يتحركوا في هذا. عايز أقول لكم أن حضراتكم في خلال الثلاث أيام الجاية أو الأيام القادمة هو ده الحدث الرئيسي على الساحة السياسية الدولية. أرجوكم انظروا إلى هذا الحدث وشوفوا أهميته بالنسبة لدونالد ترامب وبالنسبة للحزب الجمهوري. آخر اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية كان طبعا اتفاق الرئيس محمد أنور السادات وجيمي كارتر لما عملوا اتفاقية السلام وكام ديفيد لو حضراتكم فاكرين، ثم تبعتها بعد ذلك عدة اتفاقات أخرى مع الجوانب الفلسطينية ولكنها ما دخلتش في حيز التنفيذ بقوة. دولة الإمارات دولة قوية فاعلة على الساحة الدولية، وإن دولة الإمارات تخرج ومحمد بن زايد يطلع ويطلع أيضا بعض التصريحات مباشرة. عايز أقول لكم لو هتتابعوا الزميلة اليوم السابع بيتكلموا على عدة أخبار الوقت حالا. طبعا اتفاق السلام يسمح للمسلمين في العالم بالصلاة في المسجد الأقصى، في حاجات بقى تم إيه تم إحنا اتكلموا فيها ولسه هتتحط في بنود أو هتبان في خلال الساعات القادمة. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنقدم لكم هذا الخبر الآن وهو خبر مهم للغاية جدا في خلال ساعة أو ساعتين من إعلانه، وبذلك التفاصيل هتفضل تطلع في خلال الساعات القادمة.
إسرائيل توقف قرار ضم الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق السلام مع الإمارات. طيب أول تعليق خرج عندي هنا وأنا جايبه من العربية وجايب وأنا بتابع بقى العربية وتابع البيانات المشتركة أو CNN بالعربي، تبدأ بقى تشوفوا الجوانب المختلفة سواء جوانب داخلية أو خارجية. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طلع بيقول أن توقيع اتفاق السلام سيتم في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا كان محمد بن زايد قد أعلن أن هناك فريق من الإمارات مع فريق من إسرائيل حيلتقوا ولجان ستلتقي لوضع خارطة للمستقبل إيه اللي حيحصل فيه، فأنا أتوقع أن أنتوا بتتكلموا أن ده حياخد بضعة أسابيع ثم يتم توقيع اتفاق السلام في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هو ده مش هيكون قريب من الانتخابات الأمريكية بتاعة دونالد ترامب؟ أكيد. هل سيؤثر هذا في الأحداث في الانتخابات الأمريكية القادمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد. وهقول لحضراتكم ليه. ترامب نفسه بدأ يقول ان ده اهم تحرك يحدث على ساحة الشرق الاوسط من 25 سنة. طبعا هو ما راحش ليه انور السادات، لان طبعا كانت انور السادات ده اهم تحرك في تاريخ العلاقات الاسرائيلية العربية اساسا، وهو اللي بدأ كل حاجة. ولكن ترامب ايضا يقول وقد يتبعه وربما تكون هناك اتفاقات اخرى. الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب بتعلق وبتقول ان هذا الاتفاق قد يتبعه اتفاقات اخرى، وانا بقول لحضراتكم انا بقول لكم سيتبعه اتفاقات اخرى. ليه؟ لان طالما وصلنا الى مرحلة ان نضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين ووجود دولة فلسطين، وان احنا ما نضمش الاراضي اللي عماله تحصل ويتم ضمها والى الكيان الاسرائيلي او لدولة اسرائيل، طالما ضمننا هذه الحقوق هو ده اللي كان موقف مسيرة السلام واساسا اي خطاب ما بين الدول العربية ودولة اسرائيل. واذا تم الضمان ده هتبدأ بعض الدول العربية الاخرى او دول في المنطقة ان انتوا هتبدأ تشوف تطبيع مختلف او بشكل او باخر مع الولايات المتحدة الامريكية. طيب ردود الافعال داخل دولة اسرائيل، خدوا بالكم ان نتنياهو عنده انتخابات وعنده معارضين وعنده مجموعات وعنده مستوطنين. رئيس مجلس المستوطنات في الضفة خرج عمل تصريح دلوقتي وانا بتابع مع حضراتكم زي ما قلت لكم من عدة ويب سايتس واخبار مختلفة، خرج يقول ان احنا متمسكين بالمستوطنات ولن نغادرها. افتكروا المنظر اللي حصل قبل كده لما بدأوا يخرجوا المستوطنين من سيناء، ولما بدأوا يخرجوا المستوطنين من المناطق اللي تم ضمها الى دولة فلسطين في بدايات الاتفاق مع ياسر عرفات، هتعود هذه الصور مرة اخرى الى الاذهان. ولكن من الواضح جدا 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 ان اسس هذا الاتفاق في اسس كده من الاول. محمد بن زايد مكتوبة من البداية حل الدولتين ووقف ضم الأراضي الفلسطينية، وقف ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل. وهذه أخبار هتؤثر في الانتخابات الأمريكية القادمة، هذه الأخبار هتشوفوا لها تفاصيل كثيرة في الأيام القادمة، ويعتبر فعلا اتفاق تاريخي هنبدأ نتابعه في الأيام القادمة علشان نشوف تأثيره إيه على منطقة الشرق الأوسط وتحريك عجلة السلام في الشرق الأوسط، التنمية في الشرق الأوسط، الهدوء في الشرق الأوسط، إن احنا تبدأ المسائل تترتب بشكل مختلف. حركة جريئة جدا. عايز أقول لكم إن محمد بن زايد من العقليات الحقيقة الفزة في الوطن العربي، وإن هو ياخد هذا القرار ودولة الإمارات تاخد هذا القرار برئاسة الشيخ خليفة بن زايد، ده قرار مصيري، ده قرار مصيري، وهنبدأ نشوف تبعاته على دول خليج مجلس التعاون الخليجي. بقى في دول تانية بقى في مجلس التعاون الخليجي هتبدأ تتحرك، والمستهدفة تتحرك، هتعمل سلام أيضا، هتشارك في هذه المفاوضات ولا مش هتشارك، هنصل إلى إيه في النهاية؟
ده هنتابعه خلال الأشهر القادمة. إمتى هتحدد الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم توقيع هذه الاتفاقية؟ وطبعا ده هيكون احتفال، يعني وش كده ترامب مش هيعديها بالساهل، احتفال رسمي أن يستطيع رئيس للولايات المتحدة الأمريكية من الحزب الجمهوري أن يعقد اتفاق سلام وأن يحرك المياه الراكدة التي فشلت كل الإدارات الأمريكية السابقة، بوش الابن وبوش الأب وكلينتون كل دول فشلوا تماما، وأوباما فشلوا في تحريك المياه الراكدة في هذه يعني في هذه المنطقة تماما، وفضلنا في موضع في الفريزر كده. إن يقدر ترامب وهو مقبل على انتخابات في خلال 3 أشهر قادمة، انتخابات رئاسية أمريكية قادمة، إنه يقدر يقنع دولة إسرائيل بعدم ضم أراضي فلسطينية جديدة طبقا للخطة الأمريكية، ما تضمش أي أراضي، وإن نبدأ المستوطنين يقولوا لا مش هنخرج والضفة ترجع والدولة تعلن الفلسطينية، وإن الإمارات تكون هي الدافع إلى كل ده علشان تبدأ عمليات التطبيع وتبدأ المسائل دي في دراسات، ده هيؤخذ بشكل جدي جدا في عقلية الناخب الأمريكي في الفترة القادمة. بمناسبة الناخب الأمريكي ننقل بقى على الناخب المصري، هنتابع مع حضراتكم طبعا الاتفاقية دي لو في أي أخبار جديدة وإحنا ماشيين حابب أقولها لحضراتكم. إنما انتهت بالأمس التصويت زي ما حضراتكم شفتوا، كنا متابعين معاكم على الهواء مباشرة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020. في نتائج كتير جدا جدا لهذه الانتخابات، وانا بتكلم ان انا حتى الان جالي كل نتائج كل الدوائر وكل المحافظات والكلام ده كله، انا لا استطيع ان اقول لحضرتك او ان اعلن ولا يجب ان يعلن اي شخص النتائج على الاطلاق. اولا الهيئة العامة للانتخابات منع الاعلان عن هذه النتائج حتى الان، ليه؟ لان انت بتاخد نتيجة محافظة، بتاخد نتيجة مركز، بتاخد نتيجة فرز في منطقة معينة، ناسي ان هناك توقيت للطعون، يعني ممكن مرشحين يتقدموا بطعون، ناسي ان هناك نتيجة المصريين في الخارج. في طبعا مؤشرات ودلالات اقدر اقولها لحضراتكم، انما مش هقدر اقول لحضراتكم ارقام. اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان المؤشرات والدلالات بتؤكد نجاح القائمة، خلاص عدينا نسبة 5%. اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان الحضور في اليوم الثاني ممكن يكون زاد شوية عن اليوم الاول، الناس تحركت بشكل جامد وفي مناطق الحقيقة وصلت فيها النسب عالية شوية 12 و14، كلنا كنا متوقعين ان تكون النسبة منخفضة بسبب عدم اهتمام المصريين قوي بمجلس الشيوخ ممكن، وبسبب الكورونا وبسبب حاجات كتير، ولكن من ضمن اللي احنا حققناه وقدرنا نحققه في مصر ان احنا قدرنا ان احنا نعمل هذه الانتخابات في توقيت الكورونا في الازمات اللي شغالة. ولو تلاحظوا ما طلعتش لحضراتكم لا انا ولا اي حد طلع يقول ان حصلت مشكلة واحدة في لجنة واحدة في مدينة او في اي على الاطلاق. انتوا بتتكلموا على تأمين من اقوى، انا متابع السياسة المصرية ومشارك في السياسة المصرية راجل بقالي 35 سنة، من اقوى عمليات التأمين، بدأنا نشوف تأمين صح جدا جدا في كل الانتخابات، بدأنا نشوف تنظيم كنا نتمناه من زمان قوي ونتمنى احسن منه وحيجي اكيد احسن منه لان بيحصل فيه تطوير. بدأنا في وسط الكورونا الاجراءات الاحترازية، بدأنا نرصد المرأة المصرية ودورها. قلت لكم في اول يوم في الانتخابات انا ما كنتش اتوقع المرأة المصرية كده، نازلين طوابير، يعني المرأة المصرية نازلة تشارك في الانتخابات بجد. الشباب نزل، وده ضد توقعاتي الحقيقة اعترف لكم، انا ما لم اكن اتوقع ان الشباب سيقبل على انتخاب مجلس الشيوخ قوي. ليه؟ لان اعضاء مجلس الشيوخ لازم يكون سنهم لا يقل عن 35 سنة، يعني اصغر واحد شفناه في المرشحين
كان عنده 36 سنة أو 37 سنة تقريبا. فأنا توقعت أن الشباب اللي عنده 18 و20 و25 ده ما ينزلش إلى هذه الانتخابات، ولكن أثبت الشباب العكس، نزلوا واختاروا. وهتكتشفوا أيضا، أنا توقع وليس معلومة، هتكتشفوا أن السن الصغير اللي داخل انتخابات مجلس الشيوخ اللي سنهم صغير، هتكتشفوا أن في شباب نزلوا انتخبوهم. أنا أعرف جيدا أن في محافظة من المحافظات والشباب رمى على شخصية من الشباب، رموا عليه ودخلوا الإعادة، وده يقودني إلى الإعادات. يعني إيه إلى الإعادة؟ معظم الدوائر أو كثيرة من الدوائر، عشان ما كنش بعمم، هيكون فيها إعادة. أنا كنت متوقع أن الإعادة هتكون موجودة في الدوائر اللي فيها أعداد كبيرة. لا، الإعادة موجودة في الدوائر اللي فيها أعداد صغيرة. أشرح لكم إزاي. الدوائر اللي فيها أعداد كبيرة، وأنا قلت لكم اللي هينجح من أول مرة هو المنظم المباشر. حصل تفتيت كتير للأصوات ونزلت تكتلات راحة لأشخاص بعينها، لأحزاب بعينها، دول قدروا يعدوا بالناس دول ياخدوا 50% زائد واحد من عدد الأصوات. ولكن أيضا في مناطق بسبب كثرة المرشحين حصل فيها تكسير للأصوات، وبالتالي هيتاخد فيها طبقا بقى للمقعد، لو هو مقعد واحد في المحافظة يبقى تعاد الانتخابات بين أكتر اتنين جايبين أصوات، وإذا كان ثلاث مقاعد تعاد بين ستة، وهكذا. يعني حسب المقعد هيتاخد العدد المضاعف بتاعه من أكتر أعداد من التصويت. وكل الكلام ده هيعلن إمتى؟ كل الكلام ده هيعلن لحضراتكم يوم 19 القادم من الهيئة العامة للانتخابات، الهيئة المسؤولة عن الإعلان، الوحيدة المسؤولة عن الإعلان. ليه؟ عشان يتشاف الطعون وتنظر الطعون وتحقق الطعون، ثم يعلن كل واحد تقدم بطلب للطعن يرد على طلب الطعن بتاعه. لو سمحت يا أستاذ محمد، حضرتك كنت طاعن على 1 2 3، آدي بعد التحقيق الرد بتاعنا هو. ثم يحسب كل النتائج النهائية، ثم تعلن كل النتائج النهائية تماما، بحيث تكون بتاعت المرحلة الأولى، النتائج النهائية بتاعت المرحلة الأولى على يوم 19 أغسطس القادم. بعدها وأنا متوقع حضراتكم بقى استعدوا اربط الحزام. استعدوا اربط الحزام ليه؟ انتخابات مجلس الشيوخ يمكن كانت جاية في فترة الأجازات وامتحانات الثانوية العامة والعيد وغيره وغيره، ولكن الناس فجأة اكتشفت، عاشت الحالة ونزلت وشافت الصور وشافت الطوابير اللي واقفة وشافت التصويت وناس نزلت وهو إلى آخره. الوقت المنافسة ستكون أكثر شراسة، أكثر شراسة. إعادة الحسابات داخل الأحزاب، وتوقعوا أن أنتوا تشوفوا خلاص قايمة خلصت، إحنا حبايب جوه القايمة، الوقت أنا بقى بجري، كل حزب هيجري على المرشحين بتوعه اللي دخلوا الإعادة. هتكتشفوا أن هناك الكثير من المشاكل هتحصل جوا بعض الأحزاب، إحنا ما نجحناش وإحنا عملنا مش عارف كذا، ده طبيعي جدا وبيحصل بعد كل انتخابات في كل الأحزاب في كل دول العالم. ولكن اللي هتلاقوه بقى، لأن الإعادة بتاعتنا في أول سبتمبر، الإعادة في سبتمبر، إن الحالة السياسية التي بدأت داخل الشارع المصري ستستمر خلال الثلاث أسابيع القادمة، وستستمر بقوة. وبعد ما كان قدامك 80 مرشح و25 مش عارف مين، وأنا ما أعرفش محمد لأن محمد ساكن مثلا في بورسعيد وأنا في الإسماعيلية، أنتخبه إزاي؟ هتبدأ تشوف المرشحين دول. ليه؟ لأن العدد قل، ولازم المرشح يتحرك بشكل أقوى، ولازم قوة المرشح في الإدارة وفريق العمل، المطبخ بتاع المرشح لازم يتحرك بشكل أقوى. هتشوفوا فرق في الرؤية، هتشوفوا فرق في التعامل مع المشاكل وكل المشاكل، وبالتالي هتخشوا على انتخابات قوية للغاية. بالأمس حقيقة كلمتكم على الرسالة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جنوب السودان سيلفيا كير، وعن الرحلة التي تمت لمعالي الوزير
عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة الذي نقل هذه الرسالة، ولكن توقفت أيضا أن في الوفد المصري اللي راح لدولة جنوب السودان كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأنه تم افتتاح مركز طبي مصري في العاصمة عاصمة جنوب السودان جوبة. شوف انت رايح فين بعد اذنكم وشوفوا الابعاد بتاعتها، ولكن خليني اخد التفاصيل من الدكتورة هالة زايد. مساء الخير دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ليه مركز طبي مصري في جوبة وامتى بدأنا نعمله؟ احنا طبعا المركز الطبي في جوبة، احنا كان عندنا مركز قبل كده في جوبة، ومركز عبارة عن 3 تخصصات القديم، ولما لقينا في احتياج من المجتمع هناك ومن الدولة لمزيد من الخدمات الصحية، كان في تعليمات من سيادة الرئيس ان احنا ننشئ مركز جديد على مساحة اكبر، ويكون في تخصصات اكثر، ويقدم خدمات علاجية وتشخيصية، وفعلا تم تنفيذ ده. وامبارح كان الافتتاح، مركز متكامل يعني مركز مصري متكامل طبي، في تخصصات كل التخصصات الطبية، كذلك في عيادة أسنان وعيادة رمض، بالإضافة للمعامل والأشعة طبعا، كل تخصصات العظم والنساء والأطفال والبطنة والجراحة. هل ستوفر مصر الفرق الطبية يا فندم؟ يعني في فرق طبية؟ تشغيلنا من خلال تشغيل المركز من خلال فريق طبي من وزارة الصحة ومدير مركز مصري، وبندرب كل الأطقم الطبية هناك، فدربنا كل التمريض من جنوب السودان وهم بيشغلوا مع الأطباء والفنيين، الأطباء والفنيين من وزارة الصحة والتمريض من جنوب السودان بعد ما دربناه. طبعا في كل شحنات الأدوية والمستلزمات الخاصة بالتحليل وأجهزة الأشعة كله من مصر، والإمداد دائم يعني مش يعني على طول، في كميات أدوية بتروح بشكل دائم. طبعا احنا كان سبق ان احنا في السنة دي في شهر مايو بعتنا 9 طن ألبان أطفال، وبعتنا 15 طن أدوية، وعملنا مركز غسيل كلوي متكامل في محطة مية، وضخينا فيه الأدوية والمستلزمات والأطقم الطبية من أطباء وتمريض اللي اتشغلوا. طبعا بالإضافة إلى أن احنا عملنا مع صندوق تحيا مصر ميشن في شهر 2 السنة دي في شهر فبراير، لكشف وكشفنا على 6600 مواطن، وعملنا النظارات الطبية ل 2001 من اللي كانوا فعلا محتاجين نظارات طبية. طبعا بالإضافة إلى أن احنا بندرب بشكل دائم، وعندنا 38. ما مدى الاحتياج؟ يعني واضح جدا يا فندم أن هذه العلاقة ممتدة وبقالها فترة، وإحنا بنطورها طبقا لاحتياجات دولة جنوب السودان، ومصر بتقدم كل هذه المعونات أو الخبرات والمساعدات بشكل مباشر هناك. مدى احتياجهم هناك لده إيه؟ هل يعني الحاجة، لأنه واضح جدا ما حضرتك بتقوليه ده، إن لا دول محتاجين حاجات كتير مش كده؟ الحقيقة هم محتاجين، هي طبعا نتيجة إنها دولة حديثة ويعني محتاجة مزيد من إن احنا مش بس نساعدهم على مجال إن احنا العلاج وتقديم الخدمات العلاجية ليهم، ولكن كمان على إنشاء أو وضع خطط الاستراتيجية والأنظمة الصحية وتدريب كوادر بشكل كبير جدا تكون قادرة على إنها تدير النظام الصحي هناك، وده اللي احنا شغالين عليه برضو. عندنا 38 طبيب في الزمالة المصرية من مدة الزمالة من 5 لـ7 سنوات عندنا في الزمالة المصرية في وزارة الصحة، واتفقنا على منح للزمالة المصرية اليوم، لأن تكلفة الزمالة الحقيقة غالية وغالية طبعا. فاحنا الطالب بيتكلف حوالي $10,000
في السنه، فاحنا اديناهم منحه ان احنا 10 اطباء في التخصصات الاساسيه عندهم يكون على حساب الحكومه المصريه، وده كان له مردود كبير جدا ايجابي. يعني مصر هتستقبل 10 اطباء من دوله جنوب السودان سنويا عشان يعملوا ايه؟ منحه في الزماله المصريه مده الدراسه من 5 لـ7 سنوات. هناك يعني في وسط الاخبار يا دكتور معالي الوزيره ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وقال شوفوا هم محتاجين ايه في القطاع الصحي علشان نساعد جنوب السودان، هل ده في اطار هذه التوجيهات ان يعني استمرار هذا التعاون ابعاده هتكون ايه بعد كده بقى؟ هل احنا بنتعاون مع جنوب السودان وكل الدول الافريقيه بتوجيهات القياده السياسيه على شقين، شق ان احنا بندي اعانات عاجله ودائمه، احنا عندنا في التمويل الطبي في وزاره الصحه على طول مستعدين باعانات عاجله في مجال الادويه والمستلزمات الدوائيه والرش في حالات الفيضانات والسيول، ودي كثيره جدا في الدول دي، فاحنا على طول انا بقول كل ده بالاضافه للامدادات الدائمه من ده، فاحنا بنمدهم. الحاجه الثانيه اللي بنشتغل بيها في توجيهات القياده السياسيه هي الدعم الطبي المؤسسي، انشاء مراكز وانشاء مراكز غسيل كلوي، مراكز رمض، مراكز اسنان، مراكز متكامله زي المركز المصري امبارح. وحاجه جديده بقى جدت السنه اللي فاتت لما كان سياده الرئيس رئيس الاتحاد الافريقي ومستمر حتى هذه اللحظه والسنوات القادمه وتم الاشاده بها دوليا من رئيس منظمه الصحه العالميه، هي امتداد حمله فيروس سي للدول الافريقيه، وطبعا منهم جنوب السودان، واشتغلنا على حملة فيروس سي في جنوب السودان، وعملنا أجرينا كثير من المسرحات وعالجنا الناس، وما زلنا في هذه الحملة بإمداد دائم في دول أفريقية ومنها دولة جنوب السودان. فطبعا هدف سيادة الرئيس علاج مليون أفريقي أو أكثر، يعني على الاقل مليون افريقي، واحنا ماشيين. ايه المساعدات الاخرى اللي طلبت؟ حضرتك عملتي مؤتمر صحفي مع وزيره الصحه في دوله جنوب السودان، ايه المساعدات الاخرى اللي طالبينها؟ هم طالبين ايه تاني؟ هم مطالبين ادويه وادويه مستلزمات وتجهيزات طبيه، خاصه في الاشعه واشعه اكس واشعه السونار. تمام. هل المركز الطبي المصري مؤهل انه يعمل عمليات؟ ايوه طبعا، في كل العمليات الصغرى. العمليات الصغرى، تمام. لكن احنا معاهم ان احنا في مستشفى تعليمي عندهم هنعمل فيها جزء خاص بالعمليات، وهنزود الغسيل الكلوي برضه في المستشفى التعليمي الجديد، وهنمدهم بالاطقم الطبيه. هم عندهم حاجتين مهمين جدا عايزين يركزوا عليها، سواء كانت الـ النوع ده من العيادات زي اللي احنا عملناه امبارح والخدمات الطبيه، والحاجه الثانيه تدريب قوى بشريه وامدادهم بالقوى البشريه من مصر. احنا على طول بنمد القوى البشريه بتشتغل هناك بشكل دائم، بيقعدوا سنوات هناك، بالاضافه الى التدريب المستمر لكل الاطقم الطبيه هناك أو هنا، يعني بنجيبهم هنا وندربهم أو بنبعت وفود تدربهم بشكل يعني على رأس العمل زي ما بيقول. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. زي ما قلت في بداية حديثي وذكرت هذه الزيارة، وأنا قلت الكلام ده، هذه الزيارة كان فيها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس سيلفيا كير، وحمل هذه الرسالة الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة الذي التقى بالرئيس سيلفيا كير. ولكن أيضا أنا عندي هنا حتة كده في وسط الأخبار، سطر كده لقطته عايز أقوله لحضراتكم، أن رئيس جهاز المخابرات المصري عقد اجتماع موسع في جوبا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية، وده جاي لي في الأخبار قدامي، وحوار حول التفاصيل النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة ودولة السودان، مش دولة جنوب السودان، الفصائل المسلحة في جنوب السودان وبين دولة السودان. طبعا أخبار لها معنى كبير جدا ولها بعد كبير جدا عن دور مصر. عجبني جدا أن أنت بدأت تتواجد في أفريقيا، ما تنسوش أرجوكم ما تنسوش
ان احنا تناسينا افريقيا وتناسينا اثيوبيا وتناسينا منابع النيل وتناسينا كل العلاقات المصرية الافريقية لمدة تقريبا تصل الى ربع قرن من الزمان، 25 سنة. انت تعود الان بمساعدات، انت الاخ الاكبر، بمساعدات في مناطق معينة لاحتياجات مصر بتسدها وبتقدمها وبتساعد فيها، وده شيء مهم للغاية. نشوف تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي تم في جوبا بين الدكتورة هالة زايد ونظيرتها وزيرة الصحة في دولة جنوب السودان. أود في البداية أن أرحب بكم أصحاب المعالي والضيوف الكرام في افتتاح تطوير وتحديث المركز الطبي المصري بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان الشقيق. ويشرفني اليوم أصالة عن نفسي كمدير للمركز الطبي ونيابة عن طاقم العمل بالمركز أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنشاء هذا الصرح الطبي المتميز والذي يعكس عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان وحرص الدولة المصرية على المساهمة في تقديم الخدمات الطبية لشعب جنوب السودان. وفي هذا الإطار فقد تم تطوير العيادة المصرية والموجودة بمدينة جوبا منذ 12 عاما وكانت قائمة على 3 تخصصات فقط، لتصبح الآن المركز الطبي المصري والذي يحتوي على 12 عيادة ب8 تخصصات مختلفة، عيادتين لكل من الأمراض الباطنة والنساء والولادة والأطفال والأسنان، وعيادة واحدة لكل من الأمراض الجلدية والتناسلية والجراحة العامة والعيون وجراحة العظام. كما تم تطوير معمل التحاليل الطبية يحتوي على أحدث الأجهزة الدقيقة والتي تساهم في سرعة ودقة اكتشاف الأمراض المختلفة. كما تم أيضا تزويد المركز بجهاز أشعة حديث يقوم على عمل جميع أنواع الأشعاعات، مما يعد إضافة مميزة تساعد على التشخيص الدقيق للمرض. وقد تم توسعة الصيدلية في المركز لتحتوي على جميع أنواع الأدوية اللازمة لتقديم العلاج المناسب، وكل هذا بهدف تقديم خدمات طبية رفيعة المستوى بأسعار رمزية. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لتلبيتكم دعوة حضور افتتاح هذا المركز الطبي. لعله لا يخفي على سيادتكم الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها بالأشقاء في جنوب السودان، فهي بمثابة أرض التواصل بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، وهو ما حرصت عليه مصر دوما لدفعه على مدار السنوات السابقة. لقد بذلت مصر منذ اعترافها وترحيبها بدولة الجنوب الوليدة وقبل ذلك كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء في جنوب السودان الشقيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، اعترافا منها بأهمية تطوير الجنوب وضرورة العمل على تنميته والإسهام في تحقيق السلام الشامل والعادل في ربوعه. ويعد المجال الإنساني والتنموي أحد ركائز الاستراتيجية المصرية الشاملة لدعم جنوب السودان، حيث عملت مصر منذ استقلال الجنوب على تقديم المساعدات الطبية للأشقاء في جنوب السودان، والتي بلغت خلال عام 2019-2020 18 طن أدوية و11 طن ألبان أطفال و11 طن أدوات ومستلزمات لمكافحة فيروس كورونا المستجد. هذا بالإضافة إلى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتوجيه الحملة الرئاسية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى جنوب السودان، والتي وقعت الكشف الطبي على ما يزيد على 1500 مواطن جنوبي، وقدمت ولا تزال تقدم العلاج لمن يحتاج منهم إليه، فضلا عن إفادة الفرق والقوافل الطبية
وتقديم عدد 7 أجهزة غسيل كلوي لمستشفى جوبا التعليمي وغيرها من سبل الدعم الفني والتقني للقطاع الصحي. وفي هذا السياق يأتي إنشاء المركز الطبي المصري اليوم تكليلا للجهود المصرية والاهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصحي لدولة جنوب السودان وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لشعبها الشقيق. فالمركز الذي تم إنشاؤه منذ عام 2008 كان مقتصرا على 3 تخصصات طبية فقط، وهو يقف أمامك اليوم وقد تم تطويره ليكون مركز طبيا متكاملا يسعى لتقديم الخدمات الطبية والصيدلانية اللازمة في مجال طب الأطفال والرمد والبطنة والجلدية والأسنان والجراحة والنساء والتوليد، تأكيدا على تثمين الدولة المصرية لعلاقتها مع جنوب السودان والدعم المستمر في شتى المجالات. السيدات والسادة الحضور، إن قارتنا الأفريقية تمر اليوم بمرحلة دقيقة في تاريخها، وهي مرحلة تتطلب تكاتف الأشقاء الأفارقة وتضامنهم لمواجهة التحديات التي تهدد القارة والعالم أجمع. وعليه فإن التعاون الاستراتيجي بين مصر وجنوب السودان يشكل مثالا حيا على التكاتف والتكامل الأفريقي ونموذجا للعلاقات المأمولة بين دول قارتنا. ختاما، فإن مصر حكومة وشعبا تؤكد على استمرار الدعم لدولة جنوب السودان لمواجهة التحديات التي تواجهها وتقديم كافة السبل التي تضمن رخاء وتحقيق السلام في جنوب السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مصر كانت ولا تزال دولة صديقة لنا، وكل ما سنقوم به معها سنؤديه سويا، وعلينا أن نعزز هذه العلاقة الطيبة مع مصر. وأنا أعرف أن مصر تعاوننا كثيرا في مجال الصحة في نواحي عديدة، ومنها على سبيل المثال تطوير الموارد البشرية في مجال الرعاية الصحية، وأيضا من خلال توفير الأدوية التي نحتاجها في وجود جائحة كورونا. واستقبلنا العديد من المساعدات من مصر، ولهذا فإن دولة جنوب السودان تثمن هذه المساعدات وستبقى على الدوام صديقة لمصر، وسنستمر في العمل معا من أجل خير بلدينا. مدور الكريم، السلام عليكم. نيابة عن السيد الرئيس، نشكر رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية بالتعاون المسير بين دولتين مصر وجنوب السودان. بدأ العيادة الطبية مصر الدول العربية بمدة طويلة بالزيارة الكريم من أجل المدير العام أحمد كامل مدير جهاز الأمن والخبرات المصرية، قرر في زيارة المضى لازم يتطور العيادة لمسافة يستقبل كل أهل جنوب السودان. نحن نيابة عن شعب جنوب السودان ورئيس الوكيل ميادي نشكر مصر العربية دعمته المستمرة لجنوب السودان. بدينا في سلام من أول الدول نزل جوا دعما لسلام جنوب السودان. بدينا بمرض الذي انتشر في العالم، أحول الطائرات المصر العربية حملوا لإزغاء وأقوال في جنوب السودان. نحن نشكر دور مصر كل المواطن في جنوب السودان، ونشكر الآن المدير العام جهاز أمن المخابرات بكل متابعته واهتمامه للتعامل بين جنوب السودان ومصر. مصر وجنوب السودان أشغاء وأخوان ولا إزغاء، يزيد العلاقة بين مصر وجنوب السودان يزيد دائما ويزيد دائما. إلى رعاية الكريم الرئيس الوكيل ميادي ورئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن في أجهزة الأمنية ما علينا بس مساعدات والتعاون والاستفادة من دولتين مصر وجنوب السودان. المصر بس مش بيادات، المصر في تعليم ساهم كثيرا من جنوب السودان في كل الجامعات المصر العربيه، والكل مصر دائما بقدم في كل الخطوات دعم لجنوب السودان، اهتمامه لجنوب السودان تحت قياده عبد الفتاح السيسي عليه التقدير من كل رئيس الوكيل ميادي. احنا معكم ونزيل العلاقه مع مصر مستديمه ويزيد العلاقه معكم، ونشكركم على عيادكم المعروفه بقدم كل المواطنين في دوله جنوب السودان، وشكرا جزيلا.
الرئيس السيسي يجدد الثقة في الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي كرئيس للهيئة العامة لمنطقة القناة الاقتصادية. رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة زارو للاستثمار المباشر، ويؤكد دعم خطط الشركة لضخ استثمارات جديدة لها في مصر. وزير المالية يعلن انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالية، ونستهدف تحويل 5 ملايين بطاقة حكومية إلكترونية إلى ميزة مجاناً. وزير البترول يؤكد تعيين الحدود مع اليونان يتيح لمصر طرح مزايدة عالمية للتنقيب. وزيرة الهجرة تهنئ المصري محمد بدر لفوزه بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجماعة ماكروميديا الألمانية بميونخ. وزارة التعليم العالي مدينة الأبحاث العلمية تعلن عن بروتوكول علاجي جديد لفيروس كورونا. اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2020 بنسبة نجاح 67.6%، وطلاب الثانوية العامة يواصلون تقديم التظلمات. جهاز حماية المستهلك يحيل 10 معارض سيارات للنيابة لعدم إعلان أسعار المعروض. النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين بقتل 6 أشخاص في مشاجرة بالفيوم. وزارة الداخلية تضبط 1272 سائقاً لمخالفتهم ارتداء الكمامة، وتضبط 16 شخصاً لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن. الأرصاد غداً طقس مائل للحرارة، رطب نهاراً على الوجه البحري، والعظمى بالقاهرة 35 درجة. قلنا لحضراتكم مرة أخرى، عندي خبر كده سريع. طبعا حضراتكم احنا متابعين الحادث المؤسف في ترعة الرياح في البحيرة قرية ديمشلي. عايز اقول لكم انه تقرر رفع تعويضات الضحايا في ناس لقوا يعني مصرعهم في هذا الحادث، بعد ما كان يعني اعلن عن صرف 10,000 جنيه لكل ضحية. الوقت اعلن عن صرف 20,000 جنيه لكل ضحية في هذا الحادث المؤسف اللي تم امبارح بالليل الحقيقة، وكان متأخر قوي، وتم انتشال المعدية وطبعا العربيات اللي غرقت معاها، وما زال البحث جاريا حتى الآن على المفقود المتبقي. الضحايا وصلوا إلى 4 أعتقد. الله يرحم الجميع. عايز أكلمكم في قضية مهمة قوي، وحبدأ أن احنا زي ما وعدتكم من حوالي عدة أسابيع أن احنا هنفتحها. اتفقت فيها مع وزير التعليم ان هننتظر، كان معايا على الهاتف، تحركات الوزارة بشأن ما يحدث في المدارس الخاصة والمدارس الدولية في مصر. الحقيقة انا ليا حالة شخصية، مش مصدق نفسي ان يتبعت لي انذار ان انت لو ما دفعتش، يعني شوف الوزارة بتقول ايه، ثم جهاز حماية المستهلك طالع ودخل وعمل تصريحات وقال ما حدش ياخد فلوس اتوبيسات والى اخره والكلام ده كله للمدارس، ورغم هذا مدارس دولية بعت انذار اخدوا فلوس في شهر 4 اللي فات او شهر 5 اللي فات مبلغ، ثم عايزين يستكملوا مبلغ ضخم جدا عشان يعدوا اكتر من 60 او 65% من المبلغ بتاع الفلوس السنوية قبل ما يدخل الطلبة يحطوا رجلهم، وإلا لن يدخل ابنك إلى المدرسة. هتدفع يعني هتدفع، رغم أن أنت ممكن تكون دافع المبلغ الأولاني. عندي أيضا مشاكل أخرى. تخيلوا لما أهالي يلاحظوا في مدرسة أن في هبوط في الحالة، مدرسة دولية بتاخد فلوس، ويعني ان في هبوط شويه في الاداء ومش شكل جيد، فيبداوا يعبرهم على جروبات بقى الواتساب والماميز والحدوته دي، وده المدرسه بقى بقتش كويسه والمدرسه مش عارف مين، فتقرر المدرسه ان تعاقب بعض امهات تروح بعتلهم وتبعت للاب انذارات وايميلات، تعالى خد ورق ولادك مش عندنا في المدرسه ومش هنسجلهم السنه الجايه علشان مراتك تجرأت وانتقدت المدرسة واتكلمت على المدرسة بطريقة احنا مش هناخد ولاد. هو في ايه بالظبط؟ هو ماذا يحدث في قطاع المدارس الخاصة وطريقة تعاملها مع الناس؟ هو انتوا مش بتاخدوا فلوس؟ هو ملكوش كبير؟ طبعا وزارة التربية والتعليم شغالة كويس جدا وبتنظم جامد جدا، انما حان الوقت ان يتم تدخل بشكل اقوى.
شوف انا كنت هكلمكم في ايه وبقول لكم ايه وكذا وكذا. النهارده فوجئت بزميلي العزيز الغالي اسامه منير اللي حضراتكم كلكم عارفينه، هذا الرجل المحترم الاعلامي الفذ والرجل الاذاعي الصوت المشهور جدا. اسامه منير خارج يعمل استغاثه. عايز نتفرج على الفيديو اللي نشره أسامة منير النهاردة ونقل في حتة عدة أماكن ونرجع نتكلم ونشوف إيه أبعاد هذه الاستغاثة، ولها علاقة أيضا بالمدارس ولها علاقة أيضا بالنتائج ولها علاقة بالثانوية العامة والمدارس الخاصة وما يحدث ويحتاج إلى تدخل مباشر وسريع من وزير التربية والتعليم. نشوف هذه الاستغاثة. يمكن دي أول مرة أعمل فيها فيديو في نداء واستغاثة، ولكن كان لازم أعمل الفيديو ده. الفيديو ده استغاثة إلى السيد وزير التربية والتعليم وكل المسؤولين عن التعليم في مصر وكل المهتمين بمستقبل شباب مصر. شباب مصر اللي هم احنا بنجهزهم علشان هم دول اللي هيبنوا مصر، هم دول مستقبل مصر، هم دول الإيدين والعقول اللي هتشتغل علشان تنمي بلدنا. خلينا نتكلم عن التعليم. التعليم البريطاني تعليم غالي جدا وصعب جدا، واحنا اهالي الاولاد اللي اخترنا لهم التعليم البريطاني اخترنا الطريق الصعب علشان نعلم الاولاد التعليم القوي الصح ويكونوا فعالين في المجتمع. فترة كورونا كانت فترة صعبة على الكل. سيد وزير التربية والتعليم كان ليه تجربة ناجحة جدا في اختبارات الثانوية العامة، والتجربة دي مع الاسف فشلت فيها كامبريدج في انجلترا. اللي حصل ان كامبريدج ما قالتش هنلغي السنة دي زي ما عملت بعض الأنظمة، ولكن كامبريدج قالت كملوا وادفعوا مصاريفكم وخشوا، وبعد كده احنا هناخد من المدارس التقييم اللي عاملاه المدارس بناء على الكويزز اللي اتعملت قبل كده والاختبارات اللي اتعملت قبل كده، وفي حاجة اسمها موك اكزامز اللي هو يعني اختبار كده الناس بتعمله شبه اختبار اخر السنة، هناخد دول والمدارس تبعتهم، وعايزين تقييم المدرسين كمان للطلبة من المدارس، والمدارس دي كامبريدج معتمداها ومدياها المناهج بتاعتها تدرسها. المدارس بعتت التقييم وبعتت كل شيء لكامبريدج، والاهالي دفعوا المصاريف، ومع الاسف كامبريدج ضربت بعرض الحائط وقالت لك انا مش هاخد ولا حاجه من دي. اخضعت الولاد لجهاز كمبيوتر بيعمل تحليل احصائي للنتائج بتاعتهم في السنوات اللي فاتت ومستويات المدارس وخلافه، وبالتالي النتائج طلعت مجحفة جدا للولاد، ذاكروا وتعبوا وشقيوا، وفي النهاية اللي كان جايب A star بقى جايب C، واللي كان جايب A في بعض المواد اتحول فجأة لحاجة اسمها ungraded، يعني لم يقيم ولا يجوز تقييمه. على الهاتف معي زميلي الإعلامي أسامة منير. مساء الخير أستاذ أسامة، وقول لي إيه يعني يصل بك الحالة أن تستغيث بهذا الشكل؟ أنا أول مرة أشوف ده. إيه الحكاية وإيه التطورات بتاعتها وإيه التوقيت؟ إيه اللي أنتم محتاجين له؟ الأول مساء الخير يا أستاذ شدي، وطبعا بشكر حضرتك إعلامي محترم جدا أنك تثير هذه النقاط، لأن دي ده مستقبل بلد. فيعني استجابتك السريعة جدا دي للنداء الاستغاثة اللي أنا عملتها أنك تساعدنا وتقف معنا، دي حاجة بجد أنا يعني بكل احترام وتقدير اقول لك دي حاجه يعني انا انت معهود بالامر ده. اشكرك يا اخي العزيز. قول لي انتوا محتاجين ايه؟ يعني هم عدد الطلبه قد ايه، ولا انت ما تعرفش قد ايه، ولا لا كان عدد الطلبه عدد الطلبه كتير، يعني في مدارس في مدارس فيها 900 طالب اي جي، انما القضيه القضيه بس يا شيردي كمان مش بس جوه مصر، الطلبه المصريين اللي في الخليج اللي هيجوا يخشوا جامعات في مصر ظلموا نفس الظلم. الطلبة الانجليز اللي في انجلترا ظلموا نفس الظلم. الطلبة اللي بس في دول وقفت لكامبريدج. اسكتلندا طلعت هجمت جي كامبريدج ومهاجمة شديدة جدا. ده اللي انا عايز اقوله بقى. ده اللي انا عايز اقوله يا شادي، ان النهاردة انا لما اكون قالوا في اللي قالوا احنا هناخد تقييم بتاع المدارس، والمدارس حضروا لنا التقييم بتاعكم وحضروا لنا امتحانات الولاد وعملوا ايه في السنين اللي فاتت واشتغلوا ازاي وعملوا ايه عشان اكوردنج للكلام ده هنقيم الولاد ومفيش امتحانات، قلنا ربنا يستر الحمد لله الولاد عاملين كويس. مفاجأة، انا مش هتكلم على ابني بس، انا هتكلم في المطلق، اللي جايب A star فجأة بقى جايب C. تمام، يعني انا عايز اقول لك حاجة، يعني هم عايزينهم يعيدوا السنة اكنهم طلبة سقطوا في الثانوية العامة.
ايوه يا فندم، هيعيدوا المواد تاني وندفع المصاريف تاني، والولاد يضيعوا سنه من عمرهم تاني. طيب حلو، يخشوا محبطين. انتوا يا استاذ اسامه، انتوا طالبين ايه من المسؤولين في مصر انهم يتحركوا ازاي؟ ايه اللي مطلوب؟ احنا طالبين من المسؤولين في مصر ان هم يسندوا ولادهم، يقفوا جنب ولادهم، يقفوا جنب ولادهم. الجيل اللي طالع، الشباب اللي طالعين هيكونوا هم عماد. ان تقرر وزاره التربيه والتعليم تقييم هؤلاء الطلبه علشان تخرج لهم. أيوه. اسكتلندا وقفت لاولادها وقالت لكامبريدج انا لن اعترف بتقييمك، وانا هقيم ولادي عن طريق المدارس والمدرسين بتوعهم، وهاخد التقييم ده وهقيمهم بيه وهدخلهم الجامعات. واحنا في شهر 8 والمفترض ان الولاد دول يكونوا في الجامعه كمان شهر او شهرين. ايوه يا فندم، انما النهارده انا كل اللي بطلبه من السيد وزير التربيه والتعليم ان هو يقف مع اولاده. النهارده يا سياده الوزير، الولاد في كل مدرسه في امتحانات وفي كويزن وفي موك اكزام وفي ريبورتات معموله وفي ايفالويشن كله جوه مدرسه معمول لكل طالب. اطلبهم رسمي من المدارس يا معالي الوزير وشوف ولادك عاملين ايه، عشان ولادك اتبهدلوا. احنا يا شردي مش عارفين السنه الجايه هيكون في يعني مرحله تانية من جائحه كورونا ولا لا. يعني احنا لسه بنقول يا هادي، لو اتنقلنا على السنه الجايه ولقينا كورونا تاني في الشتاء والولاد قعدوا تاني في البيت وقعدوا يذاكروا في البيت، هيجي لهم اكتئاب، محدش هيفلح. وبعد كده حرام ظلم، كميه المصاريف اللي بتدفع في المدارس البريطانيه يا استاذ شردي ارقام فلكيه. يا فندم انا كنت لسه بتكلم على المدارس الامريكاني كمان، الارقام الفلكيه. كل اولياء الامور في مصر بيصرخهم طلبا لتدخل وزاره التربيه والتعليم وتقنين هذه الاوضاع. احنا بندفع الفلوس دي من لحمنا الحي طبعا، اهم حاجه في حياتنا ولادنا، عايزين نشوفهم احسن ناس في الدنيا، طمعانين ان احنا ندخلهم جامعات كويسه ونشوف مستقبلهم كويس. تيجي كامبريدج بمنتهى الاجحاف علشان يدخلوا الولاد تاني ويلموا، هم يعني انجلترا بسبب جائحه بتلم النقطه بيلموا فلوس. شيء عجيب. انا بناشد سيد وزير التعليم وبناشد كل من هم مسؤولين ومسؤولين عن شباب مصر، مش بس تعليم مصر ومستقبل مصر، ان هم يتدخلوا في ده، لان بجد دي ازمه كبيره جدا. حضرتك لن تتخيل الاف البيوت في مصر النهارده فيها جنازات بسبب النتيجه دي. الاعلامي اسامه منير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واضم صوتي الى صوتك والى صوت كل اولياء الامور في مشاكلهم مع المدارس الدوليه الانترناشونال سكولز في مصر والمدارس الخاصه. وحنتابع زي ما فتحنا هذا الملف فيه على الحياه اليوم، هنتابعه مع حضراتكم ابتداء من الاسبوع الجاي على طول. عايز اتكلم سريعا بعد اذنكم، انا مبسوط جدا ان بقى عندنا يكون في تخصصات، ومن ضمن هذه التخصصات ان اتحاد كره اليد مضى بروتوكول تعاون مع مستشفى وادي النيل لعلاج لاعبي منتخب كره اليد. زي ما حضراتكم عارفين مصر هتعمل كاس العالم المقبل لكره اليد، هيكون في مصر، وكل المنتخبات القادمة إلى مصر هتمضي عشان المستشفى دي، هيكون هي المستشفى الطبي لكل هذه المنتخبات بالكامل في كأس العالم القادمة. فأصبح عندك الطب الرياضي بشكل واضح جدا، وإحنا ضامنين أن كأس العالم القادمة عندنا مستشفى تم التعاقد معها علشان تتابع هذه المنتخبات. وبمناسبة المنتخبات والنبي، بس سريعا كده، يروح رمضان صبحي، يقعد رمضان صبحي، رمضان صبحي بيدور على فلوس من الآخر، مش هي المسألة بيع وشراء وبكام وإيه الحكاية، ورجل بروفيشنال ومعاه الكارت بتاعه. الطريقة الذي قام بها رمضان صبحي بالانتقال إلى نادي بيراميدز ويلعب إيه، أنا مش أهلاوي وعمري ما هكون أهلاوي، ولكن الأهلي من 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 أفضل الأندية إدارياً في العالم كله، مش هقول في العالم العربي بس. شوفوا بقى ازاي، انا راجل مش اهلاوي، انا بورسعيدي وزملكاوي كمان، يعني انا النادي المصري ثم الزمالك، ولكن لا يستطيع احد ان ينكر ابدا ان النادي الاهلي نادي محترم باداره محترمه بقدرات محترمه. لما يعمل رمضان صبحي ده ويطلب الرحيل الى بيراميدز، انا بالنسبه له كان، وكان بالنسبه للنادي الاهلي لو كان قال لهم من بدري خلاص، انما ان تتلاعب بالنادي الذي صنعك طول هذه الفترة
ثم تنتقل الى نادي بيراميدز وتقول كذا وعشان كذا، هي القضيه بالنسبه لي هي قضيه فلوس. الراجل كان معروض عليه 50 60 مليون جنيه هنا في الثلاث سنين، اتعرض عليه هناك 90 مليون جنيه ولا 100 مليون جنيه، ما انا مش عارف الارقام كام، بدل عدد في الليمون. انما هو بقى بيعمل خارجين الاهلاويه قاعدين يهاجموه، اهلاويه تانيين يقولوا مش عايزينك، كنت زملكاويه قاعدين يفرحوا مش عارف في مين، والاهلاويه يقولوا الزمالك لا ما تفرحوش فينا قوي، ما انت راح من عندكم كذا. لو سمحتم بعد اذنكم، ترند بقى مش ترند، راجل وراح لحاله، راجل واضح جدا في الاخر بعد تحايل، انا شايفه ان في تحايل حصل مع النادي الاهلي وزعل زعل، وراح لنادي اخر بسبب انهم دفعوا اكتر. نطلع فاصل وهنرجع تاني في الفقرة القادمة بقى نتكلم على الكورونا في مصر ومتى تعود الكورونا مرة اخرى الحياة اليوم. اليوم تمر الذكرى 110 على ميلاد المطرب الكبير محمد عبد المطلب، صوت الحارة المصرية وملك المواويل، والذي يعد أحد أقطاب الغناء الشعبي الراقي في مصر. يمكن ترجع ليا قول صوتك ليه، أنا أبكيك بعنيا وأفضل منهم إيه، اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة. ولد عبد المطلب في قرية شبرخيت بمحافظة البحيرة في 13 أغسطس عام 1910. بدأ مشواره الفني كمطرب في صالة بديعة مصبني، وعندما سمعه الموسيقار محمد عبد الوهاب ضمه إلى فرقته، كما تتلمذ على يد الملحن الكبير داود حسني الذي وضع له الكثير من الألحان مثل أنا في غرامك شفت العجب. في قلبي غرام مصبرني على ضاع صيته في الوسط الفني، حتى كانت أغنية بتسألني بحبك ليه التي غناها في أوائل الثلاثينات أعلنت عن ولادة مطرب يمتلك قدرات فنية خاصة. سؤال غريب ومن أشهر أغانيه رمضان جانا، ساكن في حي السيدة، يا حاسدين الناس ما بيسألش عليا أبداً، وغيرها من الأغاني التي وصلت إلى 1000 أغنية. ما بيسألش عليا أبداً ولا بيشوف عنيا أبداً. وإلى جانب الغناء شارك عبد المطلب بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية، حيث رشحه الموسيقار عبد الوهاب للعمل في فيلم تاكسي حنطور، ثم كون شركة إنتاج مع زوجته نرجس شوقي وأنتج عدة أفلام منها الصيت ولا الغنى وخمسة شارع الحبايب. وفي يوم 21 أغسطس عام 1980 رحل الفنان محمد عبد المطلب عن عمر يناهز 70 عاماً، تاركاً وراءه تراثاً ضخماً من الأغاني والأفلام السينمائية. ودع هواك وانساه وانساني عمري. عدنا إلى حضراتكم مرة تانية. دايماً كنت بقول لحضراتكم اوعوا تفتكروا أن الكورونا اختفت، اوعوا تفتكروا أن الأرقام اللي انتوا شفتوها انخفضت ل 120 و115 الإصابات دي أن هي ده معناه أن خلاص كل سنة وإحنا طيبين الكورونا خلصت. لا، الكورونا ما خلصتش ولم تختفي، وبدأنا نشهد زيادات في أعداد الإصابات مرة أخرى. ممكن تكون زيادات قليلة ولكن زيادات، وده مش معناه ان في استمرار للانخفاض ولا ان النسبة بقت زيرو ولا الكلام ده كله. وبدأت مستشفيات العزل يتم فتحها مرة اخرى في مصر عشان تستقبل المصابين ويتم عزلهم. الكورونا واقع هنعيش معاه فترات قادمة طويلة. الموجة التانية من الكورونا هتيجي، قد تكون اكثر حدة قد تكون اقل حدة، ولكنها قادمة لا محالة.
الإجراءات الاحترازية يجب أن تتم ويجب أن تستمر في كل مكان. يا أخوانا اللي في الساحل الشمالي واللي هنا واللي هنا، أرجوكم خدوا بالكم أن الكورونا ما زالت قائمة، ما زالت موجودة، ما زالت هناك موجة ثانية منها. ضيفي في هذه الفقرة الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات، مدير عام المعاهد البحثية مدينة زويل. أهلا بيك. أهلا في الحياة اليوم. مساء الخير. مساء النور. وأنا عايز أقول لك الحقيقة، يعني هبدأ بقى بالتايتل بتاعك. أنا شفت المعاهد البحثية في مدينة زويل. تمام، ده شرفنا بوجود سعادتك. أنا انبهرت الحقيقة، وبشكركم على اللي انتوا بتعملوه. شكرا لسعادتك. انا انبهرت 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 فعلا، حاجة رائعة جدا وللغاية. ده شيء شرفنا يا فندم. استاذ علم الفيروس، قول لي بقى، انا معلش يعني ايه، انا هسأل حضرتك اسئلة كده. الناس فاكرة ان الكورونا باي باي خلصت. هو للأسف الشديد، اولا بشكر سعادتك للدعوة الكريمة، وان احنا يعني يكون لنا باع ولنا رأي كمتخصصين في العلم على الأوضاع الحالية، ونساعد الشعب المصري في الخروج من هذه الكبوة التي ما بتصيبش مصر بس، بتصيب العالم كله. أولا كورونا فيروس هو دايما بنعرفه أنه هو فيروس مستجد، لأن كلمة مستجد أن احنا الدلائل والحقائق العلمية المرتبطة به ما زالت في طور البحث العلمي، فليس هناك حقيقة مطلقة أو ثابتة، فلذلك إيه هو مستجد، فبندرسه لي على مراحل مختلفة. الفيروس لم ينتهي زي ما حضرتك وضحت، ومتواجد بشكل أساسي على مستوى دول العالم، وفي تزايد مستمر في بعض البلاد وانخفاض في دول أخرى، وده في حد ذاته عليه علامة استفهام وتساؤلات كثيرة، ليه بينخفض في دول وليه بيزداد في دول. طبعا هو الحقيقة العلمية المطلقة حتى هذه اللحظة أن الحد من انتشار فيروس كورونا مرتبط بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير جدا، ووعي الدول ومدى الحد تطبيقها بشكل ومعايير سليمة للحد من انتشاره في بين الأفراد المجتمع المختلفين. احنا نجحنا في مرحلة معينة، وهذا النجاح ما زال أثاره موجود، ان احنا بعد من خلال توجيهات الدولة المصرية في من خلال منظمة من خلال وزارة الصحة وفقا لمعايير ومنظمة الصحة العالمية ان احنا نحد من انتشاره في فترة جيدة جدا. ولكن زي ما حضرتك قلت، ماذا بعد؟ ماذا بعد هي الفترة ان احنا مفيش ان احنا معايير مطلقة ان احنا لو وصلنا لدواء ولو وصلنا للقاح ان احنا نحد منه وانتشاره بشكل كبير جدا على مستوى العالم. احنا الحاجة الوحيدة الإيجابية بشكل كبير واللي ده يخلينا نشوف احنا فين من دول العالم، احنا نسبة الوفيات عندنا مقارنة بدول العالم مقاربة جدا من متوسط العالم، في حين دول متقدمة جدا زي فرنسا وزي ايطاليا واسبانيا نسبة الوفيات فيها مرتفعة جدا بالنسبة للمتوسط العالم. عشان نسبة السن عند السكان عندهم والاصابات في السن الكبير كانت عالية شوية. بالظبط. وهم يعني لما لو نظرنا دلوقتي البرازيل وامريكا طبعا ودول مختلفة. أفندم الأمريكا في ولايات منع دخول ولايات تانية. بالظبط. أفندم الدنيا أخذ المسألة بجد شديد جدا جدا، وإحنا الحياة لطيفة. هي لطيفة، بس ده له مؤشر خطر جدا زي ما حضرتك. طبعا معدل الاحتكاك والترابط وعدم الأخذ بالتدابير الاحترازية دي هو معدل او معامل خطر احنا لابد ان احنا ندركه في الفتره القادمه. هو ايه اللي بيخلي ان في موجه ثانيه؟ اولا موجه ثانيه، احنا دلوقتي تقريبا احنا في موجه ارتداديه. في فرق بين الموجه الثانيه وموجه ارتداديه. موجه الثانيه معناها ان انا بدات ان عندي حالات زيرو، ما فيش حالات، وبدات تظهر حالات اخرى. وما منظمة الصحة العالمية حذرت من وجود موجة تانية، ده مرتبط على طبيعة انتشار الفيروس وارتباطه بفيروسات أخرى، في زي الإنفلونزا الأسبانية اللي حصلت قبل كده كان فيها موجة تانية وتالتة. يعني والموجة التانية في الإنفلونزا الأسبانية كانت كارثة على البشرية. بالزبط. موتت ملايين، أكتر من 50 مليون. طبعا. يعني الإحصائية الأفريج أكتر من 50 مليون وفقا للحصر في هذا الوقت. طيب احنا طبعا الحمد لله لم ونطمع ان احنا لن نصل لهذه المرحلة، ولكن وجود موجة تانية مرتبط بنفس التدابير
الاحترازيه اللي كل الناس على مستوى العالم بتطالب بيه في مقدمتهم منظمه الصحه العالميه. معنى ان مفيش تباعد اجتماعي، معنى ان مفيش التدابير الاحترازيه، الموضوع مش بس ماسك، الموضوع عباره عن ممارسات جيده الاشخاص بيمارسوها من غسيل ايد، من تباعد اجتماعي، من لبس الماسك. الماسك هو وسيله للحد من الانتشار ولكن ليس وسيله لمنع الاصابه، لان ده معدل خطير جدا. احنا بنلاقي ناس، انا شفت ناس بتبوس بعض وهي لابسه الماسك، هو متخيل ان الماسك ده بيحمي بشكل كبير. انا مش عايز اخض شويه، بس احنا العامل الاساسي في انتشار الفيروس هي الرذاذ اللي طالع. الرذاذ الناس متخيله ان هو بس من عطس، الرذاذ بيطلع في الكلام، بيطلع في الكحه، بيطلع في العطس، لكن معدل وعدد الرذاذ ده بيزيد بشكل كبير جدا مع العطس. هل هناك اي دراسات حتى الان حول هذا الفيروس تخليكوا تطمنونا شويه، او بلاش توضحوا لنا اكتر طريقه انتقاله؟ يعني كان زمان بيقولوا لا ده بينزل على الارض ما بيطلعش في الهواء، فجاه رجعوا قالوا لا ده في الهواء ايربورن، فجاه قالوا الكحول، قال لك لا الكحول ما ينفعش لازم يعني في تغيرات دائمه. انا شخصيا ليا تعليقات كثيره وليا يعني على منظمه الصحه العالميه، تمام، الحقيقه يعني ودورها، تمام، وقدرتها وكل المعلومات يعني حواديت كده، ولكن هل هناك، ايه هو اخر حاجه وصلت لها، كيف يصاب الانسان بهذا الفيروس؟ تمام. طيب انا حابب اوضح نقطه. اولا احنا خلينا نقول ان قرارات منظمه الصحه العالميه انا ليس ايه في صدد ان انا اعلق عليها، لكن هتكلم يعني ايه عمر بحث علمي ويطلع نتيجه نبني عليها حقيقه. البحث العلمي هو مبني على نظريات افتراضيه، فبالتالي انا بدرس نظريات واحاول اشوف مدى صدق هذه النظريات، يا اما اوافق عليها بالنتائج اللي طالعه، يا اما النتائج اللي طالعه لا تتوافق مع النظريه العلميه، وبالتالي اعيد البحث العلمي مره اخرى. زي ما حضرتك عارف ان عمر فيروس كورونا قصير جدا. الفتره اللي مرت بيها في الوقت الحالي ليست كافيه لانتاج نتائج وحقائق سوليد زي ما بنقول انها نبني عليها. اه ليه الحقائق الواضحه اللي اقدر اقول لك فيها حاجه واضحه. وواقع. طيب. احنا كل الابحاث، في ابحاث كثيره جدا طلع بتؤيد نظريات علميه، على سبيل المثال اخر حاجه ان في دراسه في امريكا طلعت من فتره بسيطه استندت اليها منظمه الصحه العالميه ان المعدل انتشاره عن طريق الوباء الهواء قائم. لان الفيروسات، الفيروس فيه قطرات بسيطه ممكن تطلع مع الرذاذ الانسان، قطرها لا يتجاوز الخمسة مايكرون، صغيره جدا، بتبقى عامله زي الشبوره كده يا استاذ محمد الصبح، بتتعلق في الهواء وممكن تقعد لثلاث لخمس ساعات. دي حقيقة أثبتت دراسة في اليابان طلعتها، اليابان الأمريكا طلعت دراسة مشابهة، فبالتالي لما تتوافق النتائج العلمية في أكثر من مركز بحثي من كذا بلد بنبدأ نبني عليها النظرية، تمام، اللي نبدأ نتعامل. عشان كده لما منظمة الصحة العالمية قالت في البداية قالت لا هو مش ايربورن، لا ينتقل عن طريق الهواء، نتيجة الأبحاث العلمية اللي طلعت بنت حقيقة أنه قد ينتقل عن طريق الهواء، وبالتالي لان ده تم الدراسه في مستشفى في امريكا، بداوا يعزلوا الهواء اللي موجود داخل المستشفى ولقوا الفيروس معلق. طيب ايه رايك ناخد اتصال هاتفي معي الان دكتور يحيى مكي اخصائي علم الفيروسات مستشفى الجامعي كلود برنار ليون في فرنسا، خبير سابق منظمه العالميه للصحه، منظمه الصحه العالميه. مساء الخير. مساء الخير دكتور يحيى. مساء النور، تحيتي لك وللضيف الكريم الاستاذ ولكل المشاهدين بالتلفزيون، شكرا جزيلا لكم. اهلا بك دكتور يحيى. الموجة الثانية من الكورونا، توقعاتك ايه؟ وايضا رأيك ايه فيما يدور الان عن اكتشاف لقاح واعلانه في روسيا؟ نعم، اشكرك على السؤالين. يا ريت ان نبشر الإنسانية بالخير إن شاء الله بسبب اللقاح، لكن الموجة الثانية في معطيات علمية تبين بأنه لا سمح الله ولا قدر الله تكون، لأنه كل معطيات اليوم تبشر بأن الفيروس تمكن من الكرة الأرضية وتمكن من 20 مليون شخص. وفي البداية قبل 9 أشهر كما ذكر الأستاذ قبلي مدة قصيرة ظهر أول مرة عند امرأة تبيع اللحوم في سوق في ووهان،
واليوم 20 مليون وما فوق 650 ألف وفيات، فهما تمكن. والأثر الثاني في المعطيات العلمية عند الأخصائيين في علم الأوبئة والأمراض المعدية، بأنه الفيروس اليوم موجود بكثرة في الناحية القطبية من الكرة الأرضية التي هي فيها فصل الشتاء، أمريكا اللاتينية، أفريقيا الجنوبية، أستراليا. ونحن عندنا في الصيف وفي الولايات المتحدة الصيف، وفي أوروبا ودول الخليج ودول الشرق الأوسط والبلد العزيز مصر علينا، فهنا منتشر كذلك. فكما ذكر كذلك الأستاذ، كلنا كنا نحتسب بأن هذا الفيروس تابع لعائلة فيروسات موسمية تعدي الجهاز التنفسي في فصل الخريف والشتاء، وكلنا كنا نتوقع أن الأول منهم بأن الفيروس سوف ينتهي في شهر السادس من السنة، يعني شهر ماي. لكن اليوم أصبح يتكاثر في الصيف بشدة في 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 أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، في أوروبا، في كله. حتى البارحة رئيس الوزراء الفرنسي أصدر قرار بمنع أي اجتماع فوق 5000 شخص، يعني أي قاعة رياضات، أي حفلات، أي وفرض القناع والكمامة من بعد أن رفعنا الحجر الصحي التام. وعدة مدن كانت يعني باللون الأخضر، يعني أقل عدوى أقل من 0.5، اليوم مدينة ليون مستشفى الجامعي الثاني في فرنسا أصبحنا ما يفوق 1.5. فإذا وصلنا إلى المستوى العدوى 2%، فربما يرجع الحجر الصحي. نعم، الموجة الثانية يعني لها كل الإشارات أن تكون لا قدر الله، والإصابة تكون أكثر، لأنه الفيروس منتشر ما بين الأشخاص وبدون ظهور العدوى. يعني تمكن من الإنسان، والفرق ما بين هذا السارس 2 والسارس الأول في 2003 أو حتى المتلازمة التنفسية الشرق الأوسطية عن طريق الجمل كان قليل جدا. والفيروس تقريبا وقعت له كطفرة، يعني ضيع من جيناته طفرة كبيرة فلم ينتشر بشدة، مع أن عدة وفيات كانت أكثر. نعم سيدي. هل لاحظتم أي تطور في الفيروس؟ هل الفيروس أصبح أكثر حدة؟ أصبح أكثر خطورة؟ هل لاحظتم أو درستم ده؟ نعم، كما تفضل سيدي الكريم الأستاذ، بأنه الأبحاث كل يوم تزيد معلومات وتبين لنا ما هي كيف يتطور هذا الفيروس. نعم، النسخة التي ضربت أوروبا بشدة وتضرب اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكا اللاتينية، البرازيل، المكسيك، الشيلي، وقع تغير جيني في الطفرة التي هو يتحكم في مكون الغلاف المساميري، البروتين الأس كما تسمى، تغير في المرتبة 614، كان حمض أميني، حمض جليتاميك، فأصبح جليسين. فهذا يبين من هذه الناحية تغير الجيني، هذا ربما أدى إلى خطورة الفيروس بتكاثره 10 مرات أكثر من فيروس الأنفلونزا مثلا. ونحن نسأل أنفسنا كعلماء اليوم، لماذا انتشر في الصين، وعدد نظر لعدد كثافة السكان في الصين وعدد الاكتظاظ في الأسواق وفي المدن، أقل من 100,000 إصابة وأقل من 10,000 وفيات، بينما حتى روسيا التي تقريبا بلغ فيها عدد الإصابات 1,000,000 شخص وعدد الوفيات قليل. هنا في عوامل تبين لنا بأنه الفيروس الذي قتل ما يفوق 30,000 في إسبانيا و 34,000 في إيطاليا ويفوق 44,000 في بريطانيا و 31,000 في فرنسا، لماذا هذا النوع؟ في عوامل، العامل الفيروس تغير في هذه النقطة، في كذلك العامل ربما الوراثي اللي تابع يعني النسيج التوافقي الذي هو موجود في الخلايا المناعية عند الإنسان، ربما تركيبة الرجل القوقازي. تمام. ولكن هذه في الأبحاث الرجل القوقازي ربما أنا طب دكتور أنا كمواطن أو كإنسان يعيش في هذا العالم، أنا عايز أسألك، طيب اللقاحات التي يتم الإعلان عنها كل يوم أنها في طور التجارب، روسيا أعلنت أنها خلاص أعلنت عن لقاح وهو ده وبدأت التجارب وشغالة فيه، والعالم توقعوا طبعا الناس، احنا ناس بسيطة، لما اقرأ ان روسيا اعلنت انها توصلت الى لقاح انا قلت خلاص الدنيا دي خلصت. رأيك ايه في اللقاح الروسي، ورأيك ايه في هذا الاعلان انا بعتبره المبكر جدا
أن هذا يكون لقاح فعال. نعم سيدي معك حق أنك تقول يعني مبكر جدا أن نقول، لكن وسائل العلم ووسائل الأبحاث تطورت جدا، وروسيا لها خبرة كبيرة في دراسة الفيروسات وفي اكتشاف الفيروسات، وفي من أكبر الدول العالمية التي تصنع اللقاحات، وعندها خبرة خاصة كانت درست لقاح ضد المارس كورونا فيروس المتلازمة التنفسية شق قوس التي تنطلق عن طريق الجمل، وكانت في مرحلة دراسة عند الفئران، وكما كذلك درست لقاح ضد سارس 2002 و2003. وفيه كذلك لا ننسى بأن حتى ما بين المتسابقين في اللقاحات الدولة المصرية وعلماء مصر قدموا مشروع للقاح، وهم في المرتبة الأولى في تجربة اللقاحات، وهو مسجل كلقاح سيدي الكريم. لكن كل الدول العظمى تقريبا من الخمسة كان فيه 165 مشروع لقاح في العالم مقدم، 28 وصلوا إلى المرحلة الثانية، وحاليا خمسة وصلوا إلى المرحلة الثالثة الذي من بعدها المرحلة الثالثة هي التجارب البشرية. بالطبع، وتجارب البشرية في عدد كبير من الأشخاص، والذين لم يصابوا بالفيروس من قبل لم يكونوا أصيبوا بالفيروس، نجرب عندهم لندرس كيفية المناعة، كيفية تكوين الأجسام المضادة، ما هو أثرها، كيف تدوم مدة الحماية. وهنا أنا معك سيدي الكريم بأنه ربما كان مسبقا ومسرعا هذا الخبر عندما قال السيد بوتين، أنا واثق بوجود اللقاح في روسيا، لكن عندما قال حماية لمدة طويلة، هنا ما سبب تخوف المنظمة العالمية للصحة وتحفظت عن بأنه اللقاح يحمي لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات، لأنه نحن لنا كما قال الأستاذ الذي تدخل قبلي لنا إلا تقريبا 9 أشهر فقط من العدوى، فربما يكون لقاح ناجح جدا ومفيد، وأنا واثق لأنه لكي رئيس بحجم السيد بوتين وعظمة روسيا وعظمة الشعب الروسي أن يتكلم عن هواء أو عن يعني لكي يشغل بال الحكام أو إذن يعني هو عنده جزء صحيح، ولكنك أنت كطبيب أنت يعني تشك في الطول الفترة بتاعة حماية هذا اللقاح للبني آدم. الدكتور يحيى مكي أخصائي علم الفيروسات المستشفى الجامعي كلوب برنار ليون في فرنسا، خبير السابق في منظمة الصحة العالمية وخبير في وزارة الصحة الفرنسية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أنا حبيت أفتح الموضوع بتاع روسيا بالذات واللقاح الروسي، إن كنت بتكلم مع حضرتك قبل ما نبدأ الحلقة عن الحتة دي. أنت سمعت رأيه أهو من فرنسا وقال لك مش معقول يطلع بوتين بنفسه ويصرح إلا إذا كان في جزء من الحقيقة. تمام. وكلمنا عن حاجتين مهمين عايزك تعلق لي عليهم، أن روسيا عندها أبحاث في الفيروسات قوية جدا، وممكن يكون اللقاح بتاعهم كويس. عايزك تقول لنا أكيد أنت كدكتور فيروسات متابع هم وصلوا لإيه وعمل إيه. ثم أيضا حدثني عن مصر ودور مصر، أن مصر عندها فرق بحثية وبدأت تقدم وتشتغل وكده. طيب، اولا انا بس عايز اوضح يعني ايه لقاح للناس، عشان اولا هو مفيش علاج حتى هذه اللحظه لفيروس كورونا. العلاج هو دايما بنقول سبورتيف، ده بيزد على ان استخدام ادويه مصرح بيها مسبقا من خلال منظمه الصحه، من خلال الاف دي اي، وتم استخدام الاف دي اي هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه لعلاج امراض اخرى، وهو اثبت ان هو ممكن يكون له اثر ايجابي على فيروس كورونا. وهل يوجد اي علاج في العالم لاي فيروس؟ في كلها بتعالج اساسا الاعراض اللي بيسببها الفيروس او طريق تكاثر الفيروس او تمنع تكاثره، فدي زي ريمديسفير وهكذا. فده مختلف. اللقاح هو جرعه تحصينيه بيتم اعطائها للشخص السليم حتى لا يتم اصابته بالفيروس، اللي هو التطعيم، اللي هو زي التطعيم. التطعيم ضد شلل الاطفال، تطعيم كذا، التطعيم. وفي علاجات او علاج بالاستخدام البلازما زي ما احنا سمعنا، ومش مضمون نتيجتها 100%، وده عندنا حالات كتيره بالشكل ده. طيب ايه الوضع اللقاح؟ اولا اللقاح خلينا نقول شبيهات او الفيروسات الشبيهه لسارس كورونا 2، هل تم حتى هذه اللحظه وجود فاكسين
لسارس كورونا فيروس 1؟ لا. الإجابة لا. هل وجد فاكسين؟ يعني احنا ما لقيناش رقم واحد عشان نلاقي رقم اتنين. هل وجد سارس كورونا فيروس 1 تم اكتشافه في 2002 وبرضه في الصين؟ ميرس. هو ايه حكايه الصين؟ لا 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 معلش لا 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 معلش والله يعني بلاش نعلق على الحته دي. هي ايه حكايه الصين يا باشا؟ لا يعني الناس دي عندنا فينا ايه؟ هو طلع حاجات كتيره للاسف من هناك، بس يمكن ده مرتبط بعادات غذائيه مختلفه، مرتبط بطبيعه تداولهم للمأكولات المختلفه، زي يعني حضراتك وكل المشاهدين عارفين انهم ما فيش حدود معينه، هم بياكلوا معظم الكائنات اللي ممكن ايه تكون. اولا الكائنات، علشان نقطه مهمه جدا للحته دي، انا ممكن يبقى فيروس او ميكروب موجود في كائن في حيوان وما يكونش ممرض له، وينتقل الانسان يبقى ممرض له. اي يعني ممكن يكون الحيوان فيه الفيروس، انت قصدك ان هو ولكن ولا يصاب باي اعراض ولا اي حاجه خالص وينتقل حتى بعد ما يطلع من الحله. بالظبط كده، تمام. لكن خلينا نتخطى النقطه دي ونقول لا والله اولا بص مصر كلها مش عارفه تتخطى، وبيفتكروا الصين بكل خير في الحته دي بالذات. لا هو للاسف الهيستوري بتاع الميديكال انفكشن عامه والفيروسات والميكروبات للاسف مرتبط كتير بأولا هي دوله كبيره وعاداتها الغذائيه مختلفه وعاداتها. طب ما الهند دوله كبيره بس ما صدرتلهاش حاجه ليه؟ مش عارف بقى، هو في علامه استفهام صعبه. ما الهند دوله برضه ملياريه برضه، ما طلعتلناش الحاجه دي. بس عشان نرجع للنقطه دي، اذا احنا بنتكلم ان ما فيش دواء، ولكن بنتكلم على ان في اللقاح اللي هو التطعيم. بالظبط. يعني في ايه؟ طب ليه ما ظهرش؟ خلينا برضو الناس هتسال دلوقتي، ليه ما ظهرش السارس كورونا فيروس 1 وميرس؟ ميرس ده تم اكتشافه في السعوديه في الابل في عام 2012، يعني 8 سنين مضت، و2002 يعني 18 سنه مضت، وهذان الفيروسان ليس لهم لقاح حتى هذه اللحظه. والسبب اجابته بسيطه جدا، إن عدد الإصابات اللي تمت من ميرس وسارس كورونا فيروس 1 محدود جدا، والعالم كله تكاتف حاليا لإيجاد لقاح لسارس كورونا فيروس 2 بسبب إن معدل انتشاره عالي جدا، فمعدل إصاباته اللي بتصيب أعداد كبيرة من البشرية وبتتسبب في عدد وفيات كبير هو اللي حرك كل دول العالم للاعتكاف على ايجاد فاكسين. مفيش مركز دراسات طبي في العالم ما بيذاكرش دلوقتي. بالظبط. ده عدد كبير جدا 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 مفهوم مصر بيتم التطوير. اولا الفكره ان الاف دي اي اللي هي منظمه الاغذيه والدواء الامريكيه ادت حاجه اسمها امرجنسي الامرجنسي بروتوكول، ان انت انا بفتح لك الباب انك انت تدوس بس اطلع لي بس طلع لي نتيجه، وده بيحفز كل الشركات. صراع شركات الادويه في هذا الشأن وايضا الدور المصري عايز حضرتك تفكر لي فيهم. هنطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم على طب وهم ما يحطوا ايديهم في ايدين بعض يعني، ولا يعملوا لنا اي حاجه بدل ما كل شركه عماله كل شويه تطلع تقول انا بعمل هنا وده يعمل هنا، طب ما كله مع بعضه كده علشان نحاول نشوف لقاح او دواء لهذا الفيروس اللعين. هنطلع فاصل ونرجع تاني الحياه اليوم. التحذيرات الحكومية للمواطنين من التهاون والتراجع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن مظاهر عدم الالتزام أصبحت ملحوظة بشكل كبير. كاميرا الحياة اليوم نزلت الشارع وسألت الناس عن رأيها في الموضوع ده. إيه رأي حضرتك في التزام الناس بالإجراءات الاحترازية؟ هل لسه ملتزمين بالكمامات والمطهرات؟ معظم الناس دلوقتي بتيجي قبل ما تدخل المحل بتبقى لابسه كمامه، بتسال هل ينفع نقلع الكمامه واحنا داخلين، نقول لهم ينفع عادي. ملتزمين، في ناس كويسه محترمه، وكمان احنا محافظين على النظافه ومحافظين على كل حاجه وملتزمين بالاجراءات. ايه ردكم على الكلام اللي بياكد ان اصحاب المقاهي والمحلات بطلوا يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه؟ لا بالعكس، احنا عندنا عاملين في الترابيزات في المحل عندي من جوه كل ترابيزه تبعد عن الترابيزه الثانيه بمسافه، والناس عندي كل معظم الناس في المطعم بيبقوا لابسين الكمامات عادي. في ناس ممكن ما بتهتمش بالموضوع ده شويه، او مثلا ايه كسلت يعني اول كام يوم ممكن يبقى هم اهتموا بالموضوع ده، بعد كده كسلوا. حضرتك
حضرتك لسه بتطبق الاجراءات الاحترازيه على نفسك وفي البيت زي الاول؟ لا لا انا بطلت. المفروض نلتزم بقى بالحاجات دي على طول وتعودنا عليها. مفيش التزام يعني. في جيبي بس هي بتخنقني. ايه راي حضرتك في الناس اللي بتتعامل مع موضوع كورونا على انه انتهى خلاص؟ لا هو مش قصة انتهى، ويعني زي ما تقول الناس ابتدت تتعايش مع الموضوع. يعني لازم اخاف على نفسي واخاف على اولادي واخاف على بيتي. احنا لو التزمنا كويس الدنيا هتبقى حلوة. احنا نلتزم بالكمامة احتياط. كورونا موجودة ولابد ان احنا ناخد احتياطات عشان ننتهي منها. اغلب الناس يعني بدأت تبعد عن الاجراءات الاحترازية الا بس الناس اللي هي مرتبطة بالمجال الطبي. هل الاقبال على الكمامات والكحول زي الاول ولا في تراجع؟ اكيد طبعا حصل تراجع على الطلب بتاع الكمامات كليات اي حاجه تخص الكورونا، بس ده طبعا يستحسن ان هو ما يحصلش. يعني حس ان احنا كل الدنيا عارفه دلوقتي ان في نكسه او في رجوع تاني للكورونا. في تراجع كتير جدا مختلف جدا عن الاول. يعني ممكن النهارده ممكن بنبيع 3000 في اليوم. مفيش اقبال على الكمامات. فين وفين لما يبقى فيه على الكمامات حد يجي يسال. هل الكمامات والمطهرات متوفرة؟ وأخبار الأسعار إيه، تراجعت مع انخفاض الطلب عليها؟ هي طبعاً فيها توفر كبير، والأسعار طبعاً تراجعت عشان التصنيع المحلي زاد خالص. الأسعار الأول كان مثلاً علبة ب200 ب250، دلوقتي العلبة وصلت ل70 و80 جنيه. عدنا لحضراتكم مرة تانية. قبل ما أعلق على التقرير اللي حضراتكم شفتوه اللي احنا عملناه لحضراتكم النهاردة، عايز أقول لكم تبعيات أيضا اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي. الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالاتصال، وده بيان رسمي خرج من رئاسة الجمهورية دلوقتي، اتصل بالشيخ محمد بن زايد في دولة الإمارات علشان يهني دولة الإمارات على هذا القرار التاريخي والتحرك التاريخي. والحقيقة الشيخ محمد بن زايد أيضا وجه الشكر لمصر على دورها الدائم في السلام وما يحدث في المنطقة والريادة بتاعتها. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، اتفاق دولة الإمارات العربية، السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل اتفاق تاريخي، وهتشوفوا ليه، لأنه سيتبعه أشياء أخرى كثيرة في الفترة القادمة هنبقى نتابعها مع حضراتكم. أعود لضيفي العزيز الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات، مدير عام المعاهد البحثية مدينة زويل. إيه رأيك في إن كل الصيادلة اللي كانوا بيتكلموا أو الناس اللي في الصيدليات بيتكلموا عن توفر الكمامات وانخفاض سعر، ما فيش واحد فيهم كان لابس كمامة؟ أنت متخيل؟ لا هو طبعا ده حاجة محزنة ومؤسفة. إحنا لابد إن إحنا يعني في دروس دايما إحنا في حياتنا، كل حاجة أو عقبة بتقابلنا لو ما تعلمناش منها تبقى مشكلة. يا فندم بس أنا مش عايز مصر، مش عايزنا نتعلم بالكوي. أيوة. مش عايزنا نتعلم، وخصوصا ان احنا يعني مش زي يعني في ناس انكوت وهي قادره جدا ودول متقدمه جدا جدا جدا، والموضوع اثر فيها اقتصاديا وصحيا بشكل كبير. احنا ان شاء الله يعني ربنا يكرم وما ندخلش في المرحله دي، ولكن وطبعا لابد ان تكون التدابير الاحترازيه دي اسلوب حياه في حياتنا بشكل معين. الكمامه، غسيل الايد، التطهير، التعامل مع الاشخاص الاخرين. طب المدارس، المدارس ما دي يعني لا ده انا عندي كارثه. انا عندي مدرسه، والمدارس كنت لسه بتكلم وهتكلم الاسبوع القادم على حفتح حضيه المدارس الخاصه. أي. ولكن الكارثه الكبرى عندي ايه؟ ان المدارس الخاصه طلعت قرار الانترناشنال بقى في مصر، انا هفتح اول سبتمبر وماليش دعوه بالمعاد اللي قالته وزاره التربيه والتعليم المصريه، وهاخد اجراءاتي الاحترازيه واتوبيسات الطلبه. حضرتك عارف طبعا الاتوبيس ده طبعا بيجيب الطالب يوديه المدرسه وبعدين يشتغل اتوبيس عمال بالظبط طول النهار اشخاص مختلفين. كويس. فالطلبه دول اللي هيعودوا الى المدارس الانترناشنال دي اللي عايشه في الدور جامد جدا ورافعه مصاريف عاملين حاجات كتير، اخبارنا ايه من عوده الكورونا واخبارنا ايه من الاصابات؟ هو لن يستطيع ان يسيطر على الطالب، ما الطلبه العيال الصغيره هيعتبر ان الدنيا عادت طبيعيه بقى كده، واللي يكح في وش زميله واللي يخطف سندوتش اخته. هي دي انا في شقين في النقطه دي. اولا احنا في دور وعامل كبير جدا لابد تقوم بيه وزاره التعليم، التربيه والتعليم، حتى كمان وزاره التعليم العالي في عوده الجامعات وعوده المدارس. واحنا يعني بصراحه مطلقه
انا شفت يعني استجابه ودور الحكومه في التعامل مع الحاله دي كانوا ناجحين بنسبه كبيره جدا جدا جدا، دور قوي جدا. يعني انا سعيد جدا، انا حاسس ان انا كنت عايش في دوله اكثر من الدول المتقدمه. انا عشت بره كتير لكن شفت تعامل الحكومه والوعي والاجراءات اللي تمت على مستوى الجامعات ومستوى المدارس، وعي عالي جدا جدا، بشكر فيه مؤسسات الدوله المختلفه بالدور ده. طيب انا لابد ان احنا نحافظ على النجاح ده بشكل ما. انا مش هبقى مبسوط اما اشوف ولادي، وعلى فكره معدل الاستيعاب عند الاطفال، انا يعني شفت حتى ولاد اخواتي والاقارب، الولاد بيتعلموا بشكل اقوى من الكبار. يعني الولاد نفسه استجابتهم للحمله الاعلاميه الكبيره اللي قامت بها مؤسسات الدوله المختلفه والجهاز الاعلامي العظيم اللي بدا يوصل المفاهيم دي للاسر المصريه، الاولاد بيتاثروا بشكل ايجابي. يعني انا شايف ان الاطفال نفسهم بدأوا يستوعبوا ده، وده مكسب كبير جدا. عرفوا يعني ايه نظافه، وعرفوا يعني ايه مشاكل. لكن عوده المدارس المدل توقع أنا الموجه الثانيه من الكورونا، انا اتوقع ان الـ 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 الحكومه بمؤسساتها المختلفه على ادراك وفي خطط. يعني وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي بيدرسها بشكل جيد جدا، ان ازاي نعود، لان في احتماليه لان يبقى جزء من التعليم ايضا تعليم من خلال اونلاين سيشنز اللي كانت بتتم عن طريق الانترنت، بحيث ان ما يحصلش تكدس مره اخرى. واتمنى ان يكون الخبر ده حقيقي بشكل كبير جدا، ويتم اعلانه من وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي بشكل كبير جدا، لانهم هم يعني بيبنوا كل قراراتهم على حقائق علميه مطلقه. طيب انا هي النقطه بقى للشعب لعموم الناس والاهالي والاسر كلها على مستوياتها المختلفه، الوعي ده والادراك مش مرتبط بمعدل دخل، ولا ده مرتبط بمعدل تطبيق لحقائق ومدى حرص الشعب على عدم حدوث العدوى دي. احنا لابد ان يكون من خلال الاعلام زي ما حضرتك مشكورا بتقوم حاليا، ان يتم اعاده احياء عمليه الوعي بين الناس، لان بدون تدابير احترازيه لن يختفي الفيروس ما اختفاش على فكرة، الفيروس موجود. وبرضو الناس لازم تدرك حاجة، الطفرة يعني ايه طفرة واختلاف؟ الفيروس فيه تنوع مختلف بيتم فيه التركيب الجيني زي ما الدكتور مشكورا قال، ولكن هي تغيرات طفيفة بنسميها يعني فيروس بمتغيرات مختلفة، وليس تغير جوهري، لانه مرتبط بمدى احداث العدوى ومدى الاعراض اللي بتيجي نتيجه الاصابه. فلا بد ان احنا نتعامل بان الفيروس موجود، ولا ننسى ان حركه الطيران هي وسيله انها ممكن تنقل الفيروسات. عشان كده في دول كتيره جدا بتاخد تدابير احترازيه مختلفه حاليا للقادمين من دول مختلفه لدولهم، بحيث يقللوا من الانتشار الفيروس ده بشكل كبير. يبقى اذا لابد ان احنا ننظر تاني لعوده المدارس وعوده التعليم الجامعي من حيث الاحتياطات والاشتراطات اللي تقلل، زي ما حضرتك قلت الاتوبيس مصدر عدوى رهيب جدا، الايد بتمسك مكان ايد شخص اخر، النفس التكييف اللي شغال يعني بالظبط، كلنا عندنا حاله قلق. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مصر كلها بتتابع دلوقتي حكايه تاجيل الماتش بتاع النادي المصري اللي المفروض يتلعب بكره مع الاسماعيلي، والنادي اتحاد الكوره مش عايز، والنادي المصري بيقول انا عندي 20 حاله، عنده 20 حاله اصابه بكورونا. ايوه طيب، معايا على الهاتف الاستاذ عدنان حلبيه عضو مجلس اداره النادي المصري. استاذ عدنان مساء الخير. مساء الكل يا محمد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ يا رب يخلي حضرتك. طمني يا عم على النادي المصري، وطمني على ما يجري للنادي المصري، قول لي. طبعا يعني النادي المصري بيواجه اليومين دول حاله في منتهى الغرابه، وعارف هتبقى حضرتك عندك معاناه خاصه كنادي مصري بقاله سنين بيعاني، تيجي بقى تلاقي الايه المعاناه دي بتزيد عندك قوي الايام، ولما يبقى عند حضرتك المعاناه بتزيد الايام دي، لان في كان قرار وقف قيد من الفيفا الموضوع اللي لا انا مش عايز اخش في التفاصيل بتاعت ماذا يتعرض له النادي على الصعيد الرياضي. انا عايزك قول لي على حكايه الاصابات، انتوا كام اصابه بالظبط؟ لا انا فاهم حضرتك عايز تقول ايه، ده انا هوصل لك رساله سريعه جدا. يا ريت. النادي المصري اصلا القوام الرئيسي بتاعه مضرور بقاله اكتر من سيزون، ده اللي انا عايز اوصله لك. تمام. أولى يعني. تمام. بعد كده عند حضرتك في مساحات بتتعمل دلوقتي، مساحه اتعملت من 48 ساعه طلعت 21 واحد حاله ايجابيه.
منهم خمسه خمسه اداريين والباقي لعيبه. كويس، يعني انت عندك 16 لاعب في النادي المصري في الفريق الرئيسي الاساسي. لا لا لا، ده انا جاي لحضرتك في الكلام. قول. عملنا مسحه امبارح. تمام. المسحه عملناها امبارح طلعت الاتي، طلعت عندي 14 لاعب كورونا ايجابي. كويس. وطلعت خمسه لاعبين كانوا سلبي، قال لك لا بقوا ايجابي، ولعيبه بقت كانت ايجابي بقت سلبي. كويس قوي. بقى عندي مشكله عشان العب مباراه بكره، ايه هي؟ ان انا عندي 14 لاعب كورونا دول اساسيين، وعند حضرتك واحد موقوف، وعند حضرتك خمسه لعيبه عندهم اصابات ورسمي عند اتحاد الكره عارفين الكلام ده، وعند حضرتك في ست لاعبين كانت نتيجتهم اول امبارح ايجابي والنهارده سلبي، مطالب ان هم يلعبوا ولا يخضعوا البروتوكول الاتحاد الكوره. لا انا بعد اذنك اساعدك، يعني انا اللي عايز اقوله، يعني بعد اذن حضرتك، انتوا معاكم ورق، انتوا معاكم ورق بيقولوا ان عندكم لعيبه مصابه بالكورونا في النادي المصري، وانتم مطالبين انكم تنزلوا تلعبوا ماتش. فندم موضوع في ثانيه او في سريع جدا جدا، الورق ده اللي بيعمله مش احنا، ده اللي بيعمله اتحاد الكوره. كويس. تمام فندم. يعني اتحاد الكرة هو اللي بيعمل ورق ده. تمام. اتحاد الكرة من 48 ساعة لاعبين نتيجتهم ايجابية، عمل مسحة امبارح قال لك في خمسة سلبية. طيب كويس، هنقول دول طب خلاص يبقى نلعب، ربنا شفاهم الحمد لله، يبقى حصل لهم معجزة وربنا شفاهم، يبقى نلعب كرة نلعب كرة خماسية بقى، ما نلعبش ماتش كرة عادي، يبقى نلعب خماسي. لا لا لا، ده اللي اكتر من كده كمان ايه، وهو ده الغريب جدا، الوقت السيد المحترم رئيس اتحاد الكوره بنقول له في عندنا بروتوكول ان اللاعب اللي كان ايجابي وبقى سلبي ده بيعزل 14 يوم وبيطبق عليه، بتعمل له اشعه وبتطمن حاجه تخص تحليل الدم والقلب والمخ طبعا طبعا، على اساس ان اللاعب ده ما يبقى انت 100% اللاعب سليم. قال لك ماليش فيه لاعب ومخالط، انا ما عنديش استعداد الغي مباراه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ قراركم ايه في النادي المصري؟ هتعملوا ايه؟ مجلس الاداره فين؟ مجلس الاداره طبعا المفروض ان هو متواصل، الاستاذ عمرو كان متواصل مع الاستاذ رئيس النادي، والاستاذ رئيس النادي قال لك احنا في اجتماع النهارده اخر النهار، وممكن بالنسبه كبيره جدا اخر النهار الساعه 9 بالليل يا استاذ. يعني في ميعاد محدد للمجلس الاداره النهارده انه يجتمع فيه، يعني بوسيله او باخرى الساعه حوالي 12 بالليل لاخذ القرار، وبنسب كبيره مش هنلعب المباراه. بص يا استاذ عدنان، انا هقول لحضرتك حاجه، انا متوقع زي مباراه الحدود السابقه وتاجل الماتش في يوم المباراه صباحا. اتمنى السلامه لكل لاعبي النادي المصري، واشكرك استاذ عدنان حلبيه عضو مجلس اداره النادي المصري على هذه المداخله. رايك ايه؟ انا يعني الحاله دي حاله يعني لابد انها دراستها، الناس تدركها بشكل كبير. اولا في ناس كتيره بتبقى حامله للفيروس ومحدش مدرك ان هو عنده فيروس اصلا، وعندنا حالات كتيره مش هنذكر منها اللعيبه. فالجهاز المناعه الناس فاهمه جهاز المناعه غلط، ويقول لك احنا المصريين مناعتنا عاليه جدا ومش عارف. انا مش عارف يعني، هو طبعا كل حاجه لها حقيقه علميه. طيب هو كون لعيبه حامله للفيروس وبتتدرب وطاقتها عاليه وكانت بتلعب ماتشات وتطلع ايجابي، ده معناه ايه؟ لازم نحط علامه استفهام، والناس اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي لازم تدرك النقطه دي. معناه ان شخص ممكن يكون حامل للفيروس بشكل كبير وجهاز مناعته ما شاء الله قوي، وجهاز المناعه بدا يتعامل مع الفيروس، ورغم ذلك الفيروس موجود ويعدي الاخر. ويعدي الاخر، الاخر ده مين؟ الاخر ده ممكن يبقى والدي، والدتي، جدي، جدتي، اخويا، حد حامل، في لان في ناس جهاز المناعه بتاعهم ضعيف بعوامل اخرى منها الحوامل. يعني الحوامل هي ست تكون في فتره الحمل مناعتها ضعيفه، وما قبل او ما بعد الحمل مناعتها كويسه لاسباب مرتبطه بطبيعه الحمل، وان الجنين ده جاي من ايه؟ من اب وامه، مش هندخل في التفاصيل الحته دي. ولكن المؤشر انتشار العدوى في لعيبه الكوره ده علامه كبيره جدا، وانديكيتور يخلي الناس تدرك ان التباعد الاجتماعي وحرصهم انهم عدم الاختلاط مع الاخر ممكن يكون
سبب لحمايتهم. واكبر دليل ان لعيبه الكره 14 لاعب او 15 لاعب فيهم عدوى شايلين للفيروس نتيجه احتكاكهم والتدريب طيب. مع بعض. خلينا ماشي. ادي قضيه اخرى بنطرحها برضو قدام حضرتك وانت الاخصائي. قل لي، هل سيشهد العالم ظهور لقاح قبل الموجة الثانية في بداية الشتاء القادم؟ طيب. الموجة الثانية عنيفة، يعني أنا ملاحظ إن إحنا بعد ما نزلنا برجع في مصر ثاني الإصابات تتزايد بمعدل مش قليل. أيوة. كويس؟ ولكن المتوقع بقى زي اللي إحنا شفناه، الموجة اللطشة اللي إحنا تلطشناها في 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 شهر الأربعة وخمسة اللي فاتوا دول. أيوة. هل تتوقع إن العالم يكون فيه لقاح أو شبه لقاح؟ وهل لو تم اكتشافه هنلحق ننتجه ونوزعه ونحقن بيه الناس؟ طيب، هي زي ما حضرتك فضلت والضيف، في مرحله الكلينيكال ترايل اللي هي بتجرب على الناس حاليا عدد معقول 5 أو 6 معقول من اللقاحات، لان هو فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 معناه ان انا بجرب على عدد من الناس ولكن بمراحل مختلفه، اللقاح ما بينزلش الا بعد فيز 3. الفيز 3 مثلا على سبيل المثال اوكسفورد ماشيه فيه بشكل كويس جدا، وفي عده شركات زي استرازينكا وسانوفي وشركات صينيه ودول كتيره جدا. الصراع ما بين الشركات ده صراع جميل لمصلحه الايه؟ المريض او مصلحه المواطن اللي هو لم يصاب. ليه؟ لان كل دوله وكل شركه بتشتغل على طريقه معينه، ففي تنوع في طرق انتاج اللقاح. فممكن باي ذا تايم قريب جدا نلاقي 2-3-4 لقاحات مختلفة للمناطق المختلفة. يعني لو انت عايش في دول شمالية هتاخد اللقاح مش شرط بالشكل ده. لان دايما اللقاح اما بيطوروه على جزء اساسي في الفيروس ما يبقاش قابل للتغيير بشكل كبير، فبالتالي يكون اللقاح قادر انه ايه يمنع حدوث الاصابة. هل سيكون اللقاح زي ما قالت روسيا كده ممتد المفعول 4 سنين؟ في لقاح وارد، في لقاح ممتد لعمر الاشخاص طبعا، وفي لقاح بيكون مدى قصير. الفكره النقطه معينه، ايوه، بس ده لازم تكون انت عارف اذا كان الفيروس بيغير من نفسه ولا لا. هو اذا كنت انت لغايه دلوقتي مش عارف، فازاي بتقول انه هيستمر 4 سنين؟ ما هو لانه بيشتغل على جزء معين غير قابل للتغيير. خلينا ندي مثال عشان المواطن يدركها بشكل، او المشاهد بتاع حضرتك، الانفلونزا العاديه. ما هو مفيش لقاح، في لقاحات للانفلونزا التي تم التعرف عليها، ولكن عشان الفيروس فيه انواع منه ار ان اي او دبل ستراندد دي ان اي، فالار ان اي ده نسبه الطفرات عاليه جدا التحول. عشان كده مفيش عندنا لقاح للبرد، الانفلونزا العادي اللي بتجي لنا في الشتاء، لكن بيبقى موجود اللي هو الانواع اللي تم التعرف عليها. فكنا ان احنا نحاول نطور فاكسين طويل المدى، ده يعني تشالنج او صعوبه ولكن ليست مستحيله، ودي الشركات اللي قايمه على كده. المده، المجال الزمني يا استاذ محمد اللي حضرتك قلت عليه بعيد او قصير، في فيروسات بقى لها 12 سنه ما عملش لها لقاح ومش مهتمين. بالظبط، ومش مهتمين. ما هو الايدز الفيروس، الناس ممكن تقول الايدز اكثر خطوره من سارس كورونا فيروس. ايوه، لكنه لا ينتقل بنفس سرعه الكورونا. بالظبط، هو بينتقل بمسارات بطرق معينه عرفنا قفلناها خلصت. بالظبط، انما سارس كورونا 2 لا، بيتنقل بشتى الطرق مختلفه جدا ومتنوعه، ومعدل انتشاره عالي جدا. فعشان كده العالم بيعكف على انتاج اللقاح. وارد ان يحصل في اكثر من جهه اعلنت انها قبل نهايه هذا العام، وارد جدا ان يتم انتاج لقاح، بس اللقاح في انتاجه صناعي باعداد كبيره وكميات كبيره. في بعض الشركات بدات تنتج اللقاح دون الانتظار لنتائج الفيس 3-2 لاختصارا للوقت. ايوه، قال لك انا مستعد اخسر على ما انا اتاكد. بالزبط. انا ضامن نفسي، ما عنديش مشكله، بس لان هو على ما يطلع. انت متخيل اي شركه عندها لقاح؟ طبعا مليارات، احنا بنتكلم في عدد مليارات. طبعا هو مضطر ان هو يعمل له 200-300 مليون 400 مليون بسرعه. بالظبط، وقال لك انا مستعد ادمرهم بعد كده، ما عنديش مشكله، بس على الاقل لو ثبت نجاح اللقاح ما عنديش رفاهيه الوقت. بالظبط، ان انا ابدا اخش انتاج واستنى شهر بعد. وده يبين مدى الخطوره ومدى الخطط الاستراتيجيه عشان اقابل الخطوره بحلول بديله، وده حل رائع جدا. الشركات اللي هي قامت بذلك احنا بنرفع لها القبعه، لانها مدركه وملمه بمدى الخطوره. وهو ده الامرجنسي اللي سمحت بيه هيئه الدواء والأمريكية، قالت لهم انتجهم. وخد بالك ان
الرئيس ترامب كان طلع حاجه كده قال لك انا هعوضك لو اللقاح بتاعك كده، بس لو سمحت حضر لي مخزون استراتيجي حتى في حاله لو نجح لقاحك. وده قرار رائع رائع جدا وفي مصلحه العالم البشريه كلها طبعا. لان هو انا لو اديت حتى الناس مدركه، طب انا لو دوله خدت ده الدوله الاولى والدوله الثانيه ومين هياخده الاول والكلام ده كله، ده عامل مهم جدا. لكن الفكره انا واثق زي ما في شركات محترمه اعلنت السر والنو هاو بتاع الفنتليتورز والكلام ده، الامرجنسي بتاع العالم دلوقتي لا هيعلنوا اول ما هيعلنوا ازاي، هيقول لك خد وينتج وخلص انتج انت البشريه بقى من هذا من هذا وده الشيء نطمع فيه. ولكن انت تتوقع الموجه الثانيه؟ نعم يا فندم، هي بدات بالفعل ببعض الدول. احنا مصر ما زلنا دي بنسميها موجه ارتداديه، احنا بنلعب في موجه ارتداديه لان ما انتهاش، انما الموجه الثانيه دي هتيجي. الموجه الثانيه انا عندي زيرو هوب بطلع مره ثانيه، فدي بعض الدول ظهرت فيها. ربنا يسلمنا جميعا. دكتور يحيى أنا آسف، دكتور أيمن الشبيني مدير عام المعاهد البحثية مدينة زويل، أستاذ علم الفيروسات، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكر حضراتكم على المتابعة. عايز أقول لحضراتكم كمية رسائل رهيبة من الأباء والأمهات على كذا رسالة. ناس بتسأل هو نوصل لشردي إزاي، بيتكلم عن المدارس الخاصة وعن أزمات المدارس الخاصة. لو سمحتم إلى أي حد من الأباء والأمهات وأولياء الأمور اللي عايزين يناقشوا هذا الموضوع، صفحة الحياة اليوم، صفحة الحياة اليوم البرنامج، اكتب الحياة اليوم وادخل واكتب تعليقات حضراتكم على صفحة الحياة اليوم. هنفتح ادي العنوان نزل على الشاشة اهو، هنفتح هذا الموضوع بشكل كبير في الحلقات القادمة ابتداء من الأسبوع القادم في الحياة اليوم. العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، مدارس الانترناشنال، دور وزارة التربية والتعليم، التقنين لما يحدث، إيه الحكاية بالضبط في دخول العام الدراسي الجديد. بشكركم على المتابعة. على فكرة بكرة الذكرى السابعة لفض اعتصام ربعة، عايزكم تفتكروا احنا شفنا أيام عاملة ازاي والحمد لله وصلنا الأيام إيه النهاردة. ذكرى فض هذا يعني التجمع المسلح وحرق الأشجار قدام النهضة وقدام جامعة القاهرة. أنا مش عايز أقول لكم إحنا كنا عاملين إزاي، كلكم تتذكرون اللي إحنا كنا فيه. نشوفكم على خير الأسبوع القادم الحياة اليوم.